بصراحه البابا خد ده حلو بس شال الحشو عارفه وشال الحشو ناخد الماده العلميه نفسها يا دكتور هو لو شال الحشو هتمسح الستين صفحه اصلا بقى عليه ايه النهارده مش جنرال لا النهارده قلنا مش جنرال بقى عشان ما تتعطلوش بعد اذنك لا امبارح كان اخر حصه بس برضه كان اخر حصه ما جاتش انا مش اخر واحده يعني مين ايه ايه وحبيبه لسه ما جوش وحبيبه بس عشان الساعه 8 الا ربع احنا مش هنقعد الساعه 9 9 وتلت ان شاء الله مش هنعمل حصه بعد كده بقى مننا في الشتاء 7 ونص 7 ونص ما هو بيقول 7 ونص دي 8 ونص هنا هنيجي 8 وربع هي 7 ونص تلقائي هي 7 ونص تلقائي ثاني يا دكتور السنه اللي فاتت دكتور فيصل كان الساعه 7 بالظبط السلام عليكم ورحمه الله انتوا عيال صغير يا ابراهيم حصتنا النهارده يعني عيال صغير يعني عيال صغير ايوه مش هيبدا يعني لو عيال كبير هروح جاي بادئ مع الموجود هبقى كابتن طنطا اروح بادئ مع الموجود واللي يجي بقى في اي وقت لو لازم حصتنا النهارده من تاني حاجه تاني حاجه بص يا ابراهيم انا بتاع مينتال هيلث مينتال هيلث علمني ايه بقى انتوا كده بقوه انا لو لويت دراعك وانت لو تلوي دراعي لان انتوا لو انتوا ايوه لا 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 مش بمعنى ده مش بمعنى لو دراع لو ايه لا ما اقصدش كده قصده ان احنا بنيتنا اكبرته على يعني لو دراع مش لو دراع هنا ولا بلطجه لا يا عزيزي يا دكتور انتوا جروب وطالما جروب خلاص هتلاقي في الاخر ايه بقى نوره جايه الصبح هقعد اقول له نوره وانا اللي اعيد تاني الاغلبيه بس هي دي الفكره يلا يا جماعه تقولي يلا لا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم حد ذاكر انفكشن امبارح ذاكرت طبعا يا توقع امبارح خلصتيه كاملا انا روحت انا روحت فضلت اشتغل لغايه الساعه 12 بالليل شغل متواصل ما سبتش ثانيه حتى تيجي حطيت الكتب بتاعتك ما انا قاعد لما اربع ايام دول راح اطلب ولادك ان شاء الله اجيب ان شاء الله شوف الحاجات اللي هتبقى اجيبها ان شاء الله عندي مكتبه كبيره يعني كمان من تلاليز يا باشا كان جزء منها على الجالاكسي باظ ما اعرفش بقى مش فاكر حاططها اصلا على اللابتوب بالطنط ولا لا خليها يعني مش لا ده بكده عشان حاجات انا بقى يعني انا كنت عامل شويه كتب بي دي افات منتال هيلث كم مهول فكان معظمه كان على جلاكسي عشان بقراه طول ما انا مسافر لا يا دكتور ان هو لو حضرتك بقى لو المذر بورد باظ ما يوصلش لا حضرتك جرب توصله باللاب توب متهيألي الهارد ديسك بتاعه هي يقرا اه صدق انا فكرت فكره امبارح بس كسلت لا حضرتك جرب اه انا قلت كده المذر بورد مالهاش علاقه بالظبط مالهاش علاقه بالميموري ربنا يسهل ده اللي كان عليه كمان صور وجداول وحاجات كتيره جدا يعني جداول كل الجامعات عليه حتى لو ما راش بقى حضرتك وديت حد بيعرف بيطلع انا وديت حد رحت امبارح سامسونج قال لي كده قلت له خلاص بقى شكرا يا جماعه خلاص التايفويد بس خلاص لا 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 التايفويد بس لا 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 احنا بدانا بالاصعب الاول نخلص من الانفكشن الكبيره يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو زياد زكي ان شاء الله تمام انا هو ما اشتغل على السبوره برضه السكيم بس هفكرك بالسكيم تاني زياد ان شاء الله انت كنت مذاكره ولا مش مذاكره؟ سكيم اه خلي انفكشن طيب معايا خلاص ان شاء الله ومعاك بتاع امبارح امبارح من نورك مسجله اه معاك امبارح لا الرسومات اللي احنا خدناها كده في اول الترم لا اول الترم ايوه ما هو فاكرها يعني ولا مش فاكرها يعني ماشي يلا يا جماعه نوع الانفكشن اه الانفكشن اه يلا عشان النهارده انا ان شاء الله كم محترم يعني كله سامي يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا ان شاء الله النهارده بوليو مايلايتس اول سؤال ابراهيم بوليو مايلايتس يعني ايه ابراهيم؟ بوليو مايلايتس يعني ايه؟ مايلايتس يعني نيرف وبوليو يعني برافو عليك اول واحد يجاوبها بوليو مايلايتس يعني ايه غالي؟ لسه عايز عربي التهاب الاعصاب برافو عليك كل مساله انت مش والله لا هذه الكارثه دي هو ده الاجابه اللي بيجاوب كل الناس هو كان اسمه زمان انفانتايل باراليس طب هم غيروا اسمه من انفانتايل باراليس لبوليو مايلايتس ليه؟ اذا ليس بالضروره شل وليس بالضروره الاطفال يبقى عشان كده ترجمته الحديثه برافو عليك ترجمته الحديثه ايتس مجرد التهاب بالبوليو مايلايتس يبقى ده مجرد مرض فوتبورني يوجع بطني ده مجرد مرض فوتبورني مين اللي قال انه بيشل بقى خلاص يا غدا انسي بقى خلاص موضوع الشلل ده خالص هنتكلم عن موضوع الشلل كمان شويه صغيرين الكوستيف ايجنت بتاعي يا زياد يلا زياد افكرك بالسكيم بتاعها مع انه قلنا يا جماعه احنا مش عايزين نطول في السكيم لان السكيم هيعمل يا زياد هيسرق حصص كتير قوي كنت بكتب كده يا زياد في الكوستيف ايجنت ثلاث حاجات في السكيم كنت بكتب اسم المرض اكتب بوليو زاد وفيروس ولا باسيلاي ولا كوكا يطلع يا جماعه بوليو فيروس طب هو كم نوع ثلاث انواع دي بره السكيم الاولها قلنا نجيب اقلام الوان يا زياد ليه شايف الانفكشن عامل ازاي زياد ومنظر الخض الانفكشن الضخم ده زياد هيطلع في الاخر على اربع سطور بره السكيم اجيب قلم الوان والون اللي بره السكيم هنا اللي بره السكيم انواع البوليو فيروس لان انا هالف لوحدي اسمه يبقى هيطلع واحد واثنين وثلاثه يلا يا جماعه وبناء عليها طالما واحد واثنين وثلاثه يا غاده بالمنطق طالما واحد واثنين وثلاثه بالغاده يلا ايه كمان لو واحد جاله البوليو فيروس رقم واحد وتشل بيه لو واحد جاله البوليو فيروس رقم واحد وتشل بيه هل ده يحميه من البوليو فيروس رقم اثنين يعني ممكن واحد يتشل كم مره؟ مره واثنين لا مش ثلاثه طب مره واثنين افرض جاب خمس مرات برقم واحد
يبقى يا جماعه ممكن يحصل الشلل اكتر من مره، ده هيبان عليها قرار مهم جدا جدا جدا. يلا عشان عايز تقعد تسمع ديت، بصي بقى عشان دي مهمه جدا. انا عندي حاجه، يلا يا ايه احنا لسه ما قلناش حاجه تقريبا. صفحه 16 انت حضرتك امبارح ايه السكي بعد الظهر؟ طب تعالي يلا عشان ده هيعطل برده شويه من الحصه، لان لازم اقول لهم السكيم تاني يعني احتياط. بصي انا قلت معلومه يلا بسرعه تمام. يلا يا جماعه عشان النهارده عايز اخد من انفكشن ان شاء الله، عشان ممكن اخلص لكم يعني الانفكشن على نص الاسبوع الجاي ان شاء الله. يلا يلا يا جماعه بصي يا ترى بصي صفحه 16 عشان دي مهمه جدا المعلومه دي تعرفوها. احنا بنتكلم النهارده على البوليو مايلايتس اللي هو البوليو فيروس. البوليو فيروس ثلاث انواع يا كيس عشان دي مهمه قوي يا ترى. ثلاث انواع، واحد واثنين وثلاثه. لو واحد جاله البوليو فيروس رقم واحد وشله، هل ده يحميه من البوليو وعمل له مناعه؟ هل ده يحميه يا ترى من البوليو فيروس رقم اثنين؟ لا، وبالتالي ممكن واحد يشل مره واثنين وثلاثه بتاعك صعب. وبناء عليها يا جماعه ايه رايكم يا جماعه هعمل قرار مهم قوي يا زياد. ايه رايكم لو انا في حمله تطعيم ان شاء الله اطفال بخبط على بيت بقول له واحد انت عندك ولد عنده شهرين يا حاج عشان اطعمه؟ قال لي اه. قلت له هذا طعامه. بخبط على البيت اللي جنبه واقول له انت عندك ولد عنده اربع شهور عشان اطعمه؟ قال لك تطعمه بعد ايه؟ الواد ان شاء الله خلاص نطعمه ولا لا؟ اه طعمه. هو ده السؤال بقى بناء على هذه الحته. تصعب حبه الولد المشلول؟ لا اه مفيش كروس اميون. ما هو الواد ده اتشل يا حاج من نوع رقم واحد ما يحموش من نوع رقم اثنين، وبناء عليها بنطعم حتى الولد البرلايزد المشلول. في حاجه صعبه كده هذا الكلام؟ ناخد بقى اللي بعدها. يلا انتوا عشان الموضوع ده تقيل شويه. ناخد مع الريزرفوار. زياد ما كانش معانا وفي ايه ما كانش معانا. بصي يا ايه هعمل ايه؟ قبل ما اشرح اللي قدامك يا ايه هاخد السكيم بتاعته الاول، اللي احنا امبارح عملنا حاجه لطيفه. معرفش انتوا حسيتوا بقى ولا يا جماعه ان الطيفود ده رسم الاخر على ما فيش. على ثلاث اربع جمل. اه عشان انا في الاخر السكيمه، عشان في الاخر السكيمه، فاحنا هنلون اللي بره السكيم. دلوقتي خدنا كلمتين اتنين بره السكيم بس. ناخد مع الريزرفوار. بص يا زياد هجيبها يلا ايه ركز معايا. حد يا جماعه قال لي الريزرفوار بتاع اي مرض في الدنيا مان واحتمال ازود انيمال واحتمال لا، امتى ازود انيمال في الزينوز؟ هل هذا المرض زينوز؟ ما سمعتش عن شلل البقر يبقى مان بس. اي مان كيس واحتمال ازود كارير واحتمال لا، امتى ازود كارير؟ امراض الفود بورن. ده فود بورن ولا لا؟ ازود ده فود بورن. ازود ابوليو فود بورن. يبقى ازود كم نوع من انواع الكارير؟ ل 404 انكيوباتري وكونفاليسنت وكونتاكت وهيلث كارير. بس يبقى قبل السكيم لوحدها يبقى مان كيس وكارير واكتب السكيم كله. هيطلع اللي بره السكيم حاجتين اثنين. ايه اللي بره السكيم حاجتين اثنين؟ ركزوا معايا يا جماعه. يبقى بره السكيم اه يا جماعه اللي ما كانش فاكر امبارح يا جماعه، ادي انكيوباتري كارير وادي كيس وادي كونفاليسنت كارير وادي كونتاكت كارير لغايه ما نجيب اهو، وادي هيلث ميشيلان وادي هيلث كارير. فاكرين الرسمه دي ولا ورقه ايه؟ طب عشان ما نعطلش. طب ماشي معايا زياد شكرا. خلي يجيب قلمين يا زياد. ده كان تبع الحاجات. خلي يجيب قلمين. ده مش كان تبع المالتيبل؟ ده كان ايه؟ وكان في حاجه مود اوف ترانسميشن بتاع مالتيبل بتاع مين؟ بتاع البوليو. لا لسه هتكلم عليه. هو مالتيبل بس لسه هتكلم عليه عشان ما يخبطش الناس. بس لسه نجيبه حالا. انا عايزك تركز معايا شويه عشان السكيم النهارده انت وزياد كارير هو الاهم. هي اللفه دي كلها عشان يقول لك ان الهيلث كارير اهم من الانكيوباتري كارير. عارف عايز اقول لك ايه يا ابراهيم؟ انا عايز اقول لك يا توا ان معظم الناس اللي هيجي لها بوليو هيجي لها من واحد مش ظاهر عليه اعراض هيلث كارير، لكن نادرا قوي لما يجي لك من كيس، لان يعني الهيلث كارير هو اللي موجود في الاكل، هو اللي معفن الاكل المعفن الموجود في المرض. في حاجه صعبه كده زي الكلام؟ ناخد بقى المعلومه اللي بعدها. طلبه شاطره قوي بيقولوا قال لك انت وعايزين نقارن بموضوع امبارح عشان نضرب عصفورين بحجر يا زياد. زياد وهي نديهم موضوع امبارح بالمره، لان كل ما انفكشن بص على المذكره دي عبقريتها ان شبه بعض جنب بعض، كل اثنين انفكشن شبه بعض عاملهم جنب بعض. اللي شبه بعض. بص يا جماعه مفيش كورون الكارير، يعني ايه مفيش كورون الكارير؟ مين اللي فاكر امبارح ابراهيم؟ يعني مفيش كورون الكارير؟ يعني مفيش كارير بيطول سنين، يعني مفيش كارير بيطول سنين، بيشتغل على مين يا جماعه؟ على الكونفرسنت كارير. مين امبارح اللي كان ليه كورون الكارير في الكونفرس فتره النقاهه؟ كان الطيفويد. لكن الطيفويد العكس تماما عكس الطيفويد، الطيفويد كان ممكن يطول سنين، يعني كان ممكن تخف من الاعراض يا زياد ويفضل عندك الاورجانيزم مدى الحياه. فاهم صح كده الكلام؟ كده لما خلصنا من دي يبقى عندنا سطرين اتنين بره السكيم. مين السطرين؟ وعلى فكره مناسبه يا جماعه السطرين دول هو يعني انت لو كتبت من غيرهم اصلا هتاخد في الدساس الدرجه كلها، لكن هنا في الام اس كيو بقى الصغيره بقى مين الكارير الاهم؟ مين اهم؟ عارفين السؤال ازاي؟ مين اهم واحد يعني بالبوليو؟ ها الهيلث كارير. ده الهيلث كارير. تاني حاجه هل البوليو ممكن يطول مدى الحياه؟ ما يطولش مدى الحياه. اللي عايز اعرفه يا جماعه البوليو يوم ما يعيش وقت طويل جدا في الاسلوب في جي اي تي 21 يوم. ده يوم يقعد وقت طويل جدا 21 يوم. يعني اخر ثلاث اسابيع. ناخد بالي بعدها يلا ايه اللي هتقولها بيطلع في كام مكان يا ايه؟ اسال نفسك هو بيعمل اسطوجي في كام مكان؟ بيعمل في مكانين، بيعمل في الجي اي تي عشان فوت بورن انفكشن، ويعمل في الفارنجايتس عشان ده ايه؟ دروبت انفكشن. وبالتالي هيطلع في مكانين، هيطلع في الريسبيرتس تشارج وهيطلع في الاستول ما هيش جاي في الامتحان. قلنا برضو حاجه زياده امبارح وايه ما تلونش كل حاجه لانها مهمه، المهم بس اللي اقول عليه. طب انا بقول كله ليه؟ طالما في المهم بس ما انت مش تفهم البريفنشن المهم الا لما اخد المقدمات دي كلها. يبقى انت في البيت هتذاكر نفس الفكره قرايه جرايد قرايه جرايد اجي عند المهم واحفظه كويس.
هو الانفكشن كده يا جماعه. على فكره الناس بقى لو كان بيجي في الامتحانات عندكم 5 فانا هزود 10 اسئله زياده، يعني 15 سؤال، يعني اعمل ريسك زياده 3 اضعاف. فما تقلقش خالص لما اقول لك دي المهمه بس. ناخد يا جماعه اللي بعدها. قال لك اللي بعدها يا جماعه هو بيعدي امتى؟ ما انا خدنا ايه قبل كده. عايزه تعرفي بيعدي امتى؟ اسالي نفسك الريزرفوار امتى. ما هو الريزرفوار يعني بيعدي، هو الريزرفوار بتاعه كان امتى؟ كان انكيوباتري كارير بيعدي اثناء انكيوبيشن بيريد. يلا زياد، كان كلينيكال كيس يبقى كان كيس يبقى بيعدي اثناء كلينيكال كورس. كان كونفرنسنت كارير بيعدي اثناء كونفرنس. كان كونتاكت ويرتس كارير بيعدي قد ايه؟ 2 ويكس. ده الطالب العادي. بص بقى الطالب الشاطر، لا بص بقى الطالب الشاطر، لا الطالب الشاطر يفكر ازاي؟ يفكر الاتي يا ابراهيم. بص بقى طريقه تفكيري عامله ازاي يا جماعه. كل بص معايا بقى يا جماعه، لو هو موجود في قلب جي اي تي الفوكس دي بتستمر باثولوجي حوالي شهر ونص. الباثولوجي عندك حوالي شهر ونص. لو هو موجود في الريسبيراتوري تراك يقعد اسبوع او قبل كده. اللي يعدي فتره اطول يعني ناس اكتر، واللي يعدي فتره اقل يعني ناس اقل. السؤال يجي لكم ازاي بقى يا جماعه؟ ليه الفود بورن اهم من الدروبلت انفكشن؟ يلا يا جماعه مين هيقولها لي؟ لسببين. اول سبب يقعد فتره اطول، اول سبب يقعد فتره اطول. طالما بيقعد فتره اطول في جي اي دي وبالتالي هيعدي اكتر. تعالى نرمى بعضها. قال لك يا جماعه طبعا قال لك الكونتاكت فيرس كاري اسبوعين. ناخد بقى المود اوف ترانسميشن هيبان فيها الحته اللي بقول على دي. بيقول لك ايه بقى يا ابراهيم؟ الفوتبول بتاعي ازاي؟ ده مهمه جدا. اول سؤال مهم نظري، اول سؤال مهم نظري نظري، اول سؤال مهم نظري. قول المود اوف ترانسميشن بتاعك ايه؟ لو انها يلا دي اول سؤال مهم. لو انها دي مهمه، اول سؤال مهم نظري. انت عملتها يعني؟ ماشي برافو يا جورج. اول سؤال مهم نظري هو الفوت بورن. برافو عليك يا جورج. فوت بورن انفكشن ودروبلت انفكشن بيتنقلوا بطريقتين. الطالب العادي يقف لغايه كده يا جماعه. طب اكتبها في الامتحان كده؟ لا مش هكتب في الامتحان كده. اكتب ازاي بقى؟ تفاصيل فوت بورن وتفاصيل دروبلت. ايه تفاصيل فوت بورن يا زياد؟ افكركم بيها. كان بيتنقل يا اما الانسان مش نظيف اللي هو هاند وهاند تو ماوس وهاند تو فود، فاكرين الكلام ده؟ يا اما الانيمال. هل ده في انيمال؟ يبقى ما اكتبش رقم 2 ابدا. يبقى فوت بورن واحد زي ما مكتوب عندك اهو. الاولى بس، الاولى ايه لغايه ما تفتكريها تاني؟ فين انت ناسيه الاولى؟ هروح الاقي في المذكره متقسمه اثنين، الاولى بتاع الانسان والثانيه بتاع الانيمال. وده مش زينوس اصلا، ما جيبش سيره بتاع الانيمال اصلا. ثم واكتب تفاصيل الدروبلت. الطالب العادي بقى يا ابراهيم يبان من اول هنا بقى الحاجات. الطالب الشاطر يبان من اول هنا. مين الطريقه الاهم يا جماعه في الاثنين؟ فوتبول. لا غلط، على حسب الدوله. دوله زي امريكا تعرف تنظف ايه وما تعرفش تمنع ايه. اي دوله في العالم ما تقدرش تمنع ناس تتنفس في وش بعض غصب عنها. هتعمل ايه يعني؟ هتبعد المواطنين عن بعض متر؟ ما تقدرش. هتعمل الكليات كل واحد متر؟ هتعمل الشوارع كل واحد متر؟ ما تقدرش. يبقى دوله زي امريكا تنظف الاكل، يبقى الدول الديفلوبد المتقدمه هناك الدروبلت. اما احنا عندنا ابراهيم الاثنين موجودين، لان انا زي امريكا ما اقدرش امنع الدروبلت انا كمان. لكن مين الاهم عندنا؟ الفوتبول. ليه بقى؟ تيجي سؤال في الامتحان تقول له سببين. السبب الاولاني ان الاكل معفن انسانيتا انفايرمنت. السبب الثاني ان الفوكس بتاع الجي اي تي بيتكمل من شهر ونص، من 6 ل 8 ويكس. عايز اكتبها ورايا. الانتستنال فوكس من 6 ل 8 ويكس، يعني من شهر ونص لشهرين. يا جماعه صعب كده بس الكلام. يبقى اول سؤال مهم هيسمع لك النهارده. احنا مسمعنا امبارح في اخر الحصه. انا اللي سمعكم، هم ما سمعوش، انا اللي سمعت. انتوا اللي هتسمعوا بقى النهارده ان شاء الله. هقول ايه اللي بره السكيم بس. ناخد يا جماعه الانكيوبيشن بيريود من 7 ايام ل 14 يوم. ما تقرهاش على ضمانتي. بص يا جماعه في حاجات لو تصدعت نفسك بيها تبوظ بيها المهم. يعني ما حدش يقول انا هقهر نفسي وعايز احفظ الانكيوبيشن بيريود، ما هيش جايه. انت عليك 4 انكيوبيشن بيريود بس المهمين في المنهج، اقولهم في اولهم ان شاء الله. ثم يا جماعه ناخد الكلينيكال بيكشر مهمه، مع انها عمرها ما جت، مع انها عمرها ما جت. كله بقى ركز معايا علشان دي رخمه جدا 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 وقلتها قبل ما الاقي السكور في ثانيه واحده. بص يا جماعه السكوره معايا. ايه رايك يا قايل؟ هو انا قلت لك بوليو مايلات 90؟ قايل قول يلا بوليو مايلات 90. هفضل ماكد عليك خلاص. هو في واحد بصطاده كده مش بصطاده عشان حاجه، عشان مكرهه، لا عشان انا حسيت ان هو مش عنده معلومه زي كل الناس دي. فهمنا بيها امبارح الناس. يلا قول لي بوليو مايلات 90. يلا توقف بوليو مايلات 90. لا انا غلطت. يلا بوليو مايلات 90 سبت توقف. يلا بوليو مايلات 90. لا قلنا مش هنا اطفال، والا كان اسمه زمان انفانتايل باراليسس. اتغير اسمه انفانتايل باراليسس بوليو مايلات، اتغير كمان الترجمه بالعربي من شان الاطفال الى مجرد التهاب بوليو فايروس. اذا معنى الكلام ده ليه؟ هم ليه غيروا اسمه؟ معلش انا في اول حصه ليه غيروا اسمه؟ لانه ليس بالضروره يشيل وليس بالضروره يجي للاطفال. يبقى معظم الناس اللي هيجي له الانفكشن هيبقى ايه؟ بصوا الرسمه دي مهمه جدا اللي عايز يسمعها ورايا بره بره بس خلصها. معظم الناس اللي هيجي له الانفكشن هيبقى ايه؟ كارير ولا كيس؟ كارير. قلنا في اول السنه ده كل 100 واحد كارير واحد بس هيظهر عليه اعراض، هيبقى كارير. وقليل جدا هيعمل ايه يا جماعه؟ هيبقى كيس. يا جماعه طب معظم يا جماعه الكيس هيتشلق ولا بس بطنه توجعه؟ بس بطنه توجعه. يبقى جي اي تي مانيفستيشن يا جماعه هو البولي فايروس بيحب يشتغل فين؟ يعني مكان شغله اللي بيعرف يشتغل فيه فين؟ السي ان اس. يبقى معنى انه فشل انه يروح للسي ان اس يبقى وظيفته اجهضت، يبقى اسمه ابورت بوليو. سموه ابورت بوليو يا جماعه. ما هي الوظيفه اجهضت، مش قلنا قبل كده يا جماعه كلمه ابورشن يعني الوظيفه اللي باظت، الوظيفه مش استراكشر. فيتسمى ابورت بوليو يعني يا جماعه يعني مجرد بطنه وجعته بس. دي الاغلبيه ولا الاقليه من الكيس؟ الاغلبيه. بصوا معايا بصوا معايا يا عصفور، الاقليه من الكيس هيوصل للسي ان اس. بصوا بقى الفجأة، بصوا بقى الفجأة، ده الاغلبيه من اللي وصل للسي ان اس يخليك تصدع بس لمنينجايتس هبله وبسيطه. ما حدش يكتب وراها عشان لسه عدلها. والاقليه هي اللي هتروح تشل. وعشان كده ده تسمى يا جماعه باراليتيك بوليو، وده تسمى نون باراليتيك بوليو. ادي الانواع.
ماشي مش خلص الموضوع. خلينا بعد كده والله المنطق كده. بصوا انا فكرت في حته قلناها في اول السنه دي اللي مبني عليها القرار كله. ما اعرفش ازاي معانا فيها ولا لا، ما اعتقدش ان كان معانا فيه. لما قلنا يا جماعه ان نسبه الكارير للكيس كان كام يا جماعه؟ نسبه الكارير للكيس كان 1 الى 100. طب ونسبه يا جماعه الكيس اللي بطنه توجعه الى البلاستيك اللي يتشلب كان كام؟ لا 1 ل 100. يعني بمعنى يا زياد من كل 100 واحد ما ظهرش عليه اعراض واحد بطنه توجعه، ومن كل 100 واحد بطنه توجعه بس واحد بس هو اللي اتشل. ادي الفكره بتاعته ببساطه. لو خدتوا التقسيمه اللي على السبوره دي، اي خدنا التقسيمه اللي على السبوره دي خلص الموضوع. اجيب تاني التقسيمه دي يا عم. بص يا جماعه البوليو اغلبهم كارير، اقليه كيس. الكيس اغلبها مش هيعمل حاجه، تمام؟ ابورت البوليو الاقليه يوصل للسي ان اس، اغلب لا يوصل للسي ان اس. يا جماعه ما اعرفش انتوا خدتوا الحته دي السنه اللي فاتت ولا لا، هيعمل من الجلسه يا جماعه دي من جلسه خطيره ولا اتنين هبله فايرال من برافو عليك يا ابراهيم والله جميله جدا دي. اي فايرال من الجلسه تافه لدرجه كان ما فيش اورجانيزم، لدرجه بيسموه اسيبتك من الجلسه. اسيبتك ما فيش اصلا، كان ما فيش اصلا حاجه تافهه جدا جدا يصدع بس. والاقليه توصل للسي ان اس تشيل برليتيك بوليو. ادي القصه ببساطه. تيجي نقراها، تعال نقراها مع بعض. يلا يا جماعه. قال لك يا جماعه في يا جماعه كلمه في يعمل كارير، فين يعمل كارير؟ الاغلبيه هيبقى ان ابرنت مش عامل حاجه خالص 90%، تمام؟ اللي بعدها يا جماعه قال لك هتعمل مناعه. طب والكلينيكال بقى الاغلبيه هتبقى ابورت. بص على بص المذاكره، يعني مش هعمل حاجه خالص. ادي الاغلبيه، تمام؟ مش هعمل حاجه خالص. لحظه بقى، هيعمل ايه يا جماعه الابورت ده؟ هيعمل ايه؟ يلا حد متخيل هيعمل ايه؟ شويه مغص واسهال. لا مش مغص واسهال، او كحه، لان ممكن يبقى دروبلت او كحه، يا اما اعراض في الجي اي تي بطنه توجعه، يا اما زوره يوجعه. لازم يا جماعه تقرا في البيت كده يا جماعه، ما تقراش تقرا تدش بس. اديك مثلا اهو، ده مرض ماينور. ماينور يا جماعه حاجه تافهه جدا جدا جدا، يا اما ريسبيراتوري يا اما انتستنال هيحصل فيها، ده 9% من الحالات. طب ليه 9% يا جماعه ما قالش 10% باقيين؟ ما هو 90% هتقع كارير و10% الباقيين ليه قسمهم 9 و1؟ عشان يسيب واحد للباراليسس، عشان يسيب واحد للشلل. فهمتوا الفكره ولا لا؟ تعالوا ناخد بعدها بقى. قال لك لو وصل للسي ان اس يا جماعه دي الكارثه بقى. طبعا الرقم ده مش دقيق قوي لو عندكم ده. قال لك ان السي ان اس 1%، هو هنا ما قصدش الشلل، يوصل كمان من الجايتس معاه. طب الاغلبيه اللي يوصل للسي ان اس يا جماعه نون بارليتك، ده شويه من الجايتس هوبلي جدا. طب الاقليه هي اللي تعمل بشلل. طب الشلل كم نوع يا جماعه؟ قولوا معايا. طب الشلل كم نوع يا جماعه؟ الشلل كم نوع يا جماعه؟ ما اعرفش الناس عارفه. اللي بيجي له شلل اطفال بيتشل فين؟ في رجليه. لا ده الاغلبيه. لكن ممكن يتشل في عينيه. في عينيه؟ مش ممكن يتشل في العضله دي، ممكن يتشل في عضلات الاسبريشن. يا جماعه يتشل في اي حته على حسب النيرف اللي اتصاب. هو في الاغلبيه بيتصاب سباينال نيرف، لكن ممكن يتصاب كرينيال نيرف. وعشان كده يا جماعه قال لك كام نوع بقى يا جماعه؟ هدولي بقى رقم ثلاثه، يا اما سباينال يا جماعه، يا اما بلبر، يا اما بلبو سباينال، الاثنين مع بعض. ناخد بقى الابلاب. الشلل نسبته كام يا جماعه؟ 1%. قالها فوق دي حته بقى حلوه قوي. تعرفوا ازاي توقع شلل الاطفال من اي شلل ثاني؟ حد بقى عارف يا جماعه يعرف ازاي الرجل المشلوله من شلل الاطفال من اي شلل ثاني؟ بتحس. ما حصلش سنسور لوس، دي مهمه جدا. بيأثر على الانتيريور هورن سيل، فيأثر على الموتور، فيأثر على الحركه، لكن ما يأثرش. دي مهمه جدا يا ابراهيم. نو سنسور لوس يا جماعه ما بيأثرش على السنسيشن. بيحصل بعد كام يوم الشلل ده؟ بيحصل بعد من 7 ل 10 ايام. السؤال يا جماعه، ايه اللي يخلي يا جماعه اتنين يتشلوا؟ ايه اللي يخلي اتنين يتشلوا؟ اسف، اتنين يجيلهم بولي فيروس، واحد يتشل واحد ما يتشلش. يعني ايه اللي يخلي واحد الفيروس يوصل عنده للسي ان اس؟ مهمه جدا. وواحد ما يوصلش عنده؟ لا، 4 بريدسبوزنج فاكتور. وقلت قبل كده يا جماعه البريدسبوزنج فاكتور ابراهيم غالبا ملاش ميكانيزم، ده احصائيات. لقينا اغلب اللي حصل له كذا هو اللي اتشل، واغلب اللي حصل له كذا. بصوا ايه بقى الاحصائيات؟ لقينا يا جماعه اربع حاجات. اللي بيعمل عمليه جراحيه في وقت الشلل، اذا لما يبقى فيه يا جماعه وباء شلل اطفال في البلد، اوعى تطعن ابنك، او اوعى تعمل له عمليه جراحيه، ما تعملوش اللوز. تاني حاجة اللي دي مهمة جدا بقى، اللي بياخد حقن، أي حقن من أي نوع حتى لو كانت تطعيمات، لو كان في بوليو فيروس منتشر في البلدي نأجل التطعيمات لغاية ما يخلص. شوف المفاجآت، ناخد بالنا بعدها. يا جماعة لو ولد يا جماعة بيذاكر، ولد قاعد يتوه ما بيذاكرش، اتنين واحد بيذاكر واحد ما بيذاكرش، مين اللي بيتعب؟ اللي بيلعب كورة ما بيذاكرش، ده اللي بيتعب أكتر، اللي بيذاكر ده ما بيتعبش، تمام؟ طب اللي بيلعب كورة يا جماعة بيلعب رجله الشمال مش رجله اليمين، إيه؟ مش عارفة. أنا في وجهة نظري كده، أنت بقى كنت بتعب، تعبير ما بزعلش أقول لك ممكن أقولها بعد الحصة لو كنت كنت بدري. يا جماعة مجهود الهيلث اعلى من مجهود المذاكره. يعني الصار على الفيس لغايه الصبح والتطبيق ده يوقع عيني اكتر ويبهدلكم جسديا اكتر من المذاكره. بس منتلي يا دكتور. لا مش هيلث معنى لا مفيش رياضه بقى. هيلث ما بيذاكرش بقى وقعد طول النهار يلعب كوره وسايب المذاكره والكلام ده. هيلث اما رياضه دي مره كل مرتين في الاسبوع. انا بروح الجيم اقعد ساعتين العب برجع المذاكره اذاكر نص ساعه اتعب اكتر يعني. لا 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 انا برجع من فوق تعب عصب. لا اللي انتوا بتقصدوها دي اللي هي ساعتين ثلاث. اما الولد اللي هو بيضيع ده انا بديها مثلا اللي هو قاعد يلعب طول اليوم وسايب مذاكرته وقاعد يلف وقاعد على الفيس، ده بيعمل مجهود بدني اكتر بكتير جدا. المهم يعني بيلعب كوره ثواني بقى، ده بيتعب اكتر من اللي بيذاكر. ده بصوا بقى لو بيلعب برجله الشمال ما بيعرفش رجله اليمين يتشال في رجله الشمال. إيه؟ لا يا جماعه اللي بيبذل مجهود اكتر يعني، لا اللي بيبذل مجهود اكتر العضله يعني العضله يعني العضله يعني العضله يعني العضله اللي بتبذل مجهود اكتر تتشال اكتر.
يعني كل ما الانسان يا جماعه يبقى تعبان اكتر كل ما ان شاء الله اكتر. بقى يا جماعه دي ما بتلعبش كوره في وقت ايه ان شاء الله اطفال يا جماعه، ولا حد يلعب جيم في وقت ان شاء الله اطفال، ما حدش يلعب اي حاجه في الوقت ده. الحمل يا جماعه، الست الحامل يبقى على فكره مهمه جدا من الاربعه البريدسبوزنج فاكتور لوصول الفيروس للسي ان اس، دي مهمه جدا جدا جدا. ناخد يا جماعه بعدها ما حدش يبص المذكره، حد يقول لي منوره يا فاطمه، دايما فاطمه تحب تحافظ على 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 اخر حصه، اول حصه مش مهم ده عارفين حافظ على اخر حصه. لا اصل يلا ننجز، يلا ليه طب هو بينجز حبيب الدرب ده عيل لوحدك انت لوحدك نص ساعه ما بيجيش، يعني النص الاول ما الحصه هي هاديه وسكته بس مع النص الصح. لا يا هادي يا ما شاء الله يا هادي، لا يا هادي على طول. دي فاطمه ما بتعملش اسمها ايه يا جماعه، بس انا هعمل ايه لا فيربال ولا بارا فيربال. يلا 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 يا جماعه، بص على عين، بص على ده، بص على ده يا جماعه. يا شباب حد يقول لي يا زياد انا لسه قايل امبارح ايه حد يقول لي انا شاك ان زياد عنده مرض الكربانطس، لسه قايل امبارح بالنص ده، اثبت ازاي في اللابوراتوري ان عنده مرض الكربانطس؟ شوف الاورجانيزم اللي عنده، تتفرج عليه مفعول والسيرولوجي تيست، شوف الاورجانيزم عنده، تتفرج على الانتي بودي اللي عملها فينا يا جماعه. عندكم اول واحده يا جماعه اصل الاورجانيزم اللي اول واحده طبعا انت لسه ما وصلناش للدياجنوز، طب هاتوا الدياجنوز بتاعك، هاتوا الدياجنوز بتاعك، نفس الاورجانيزم يا جماعه تحت اهو يتفرج على مفعوله. طب يا جماعه نشخصه ازاي ابراهيم كلينيكال بقى؟ قال لك التشخيص الكلينيكال يا جماعه قال لك ده تقريبا مستحيل في الابورتو ستيج. ليه يا جماعه مستحيل في الابورتو ستيج؟ لان عنده شويه مغص. لا ما شويه مغص، طب ما 10000 مرض 100000 مرض يعني شويه مغص بطنه توجعه. ثم يا جماعه قال لك ايه بقى؟ قال لك يا جماعه عشان هي كمان شورت ديوريشن كمان، وعشان الاعراض كلها نان كاركترستيك، وعشان كده البوليو يا جماعه يتشك فيه بس لما البلوه تحصل. لا لما البلوه تحصل اه طب خلاص استفدت ايه؟ يعني حلك الوحيد تشك فيه لما بطنه توجعه وبعدها السي ان اس يحصل له مشاكل. تعالى صعب كده ربنا يشيلك يا هي ان شاء الله. تعالى صعب كده ايه هتضيعه مستقبلك، انت عايزين تركز عشان دي تتشل بكسه ما بانش اي حاجه يا تو، ما بانش مفيش اي علامه من علامات على الاستجابه التحول مستجابه بطنك وجعتك يا شباب. يلا ناخد ايه، ناخد ايه بقى كومبليكيشن. انا هقول كومبليكيشن يا جماعه معايا اي اورجانيزم. بص يا فاطمه، بص يا فاطمه، اي اورجانيزم موجود في مكان اول كومبليكيشن سكندري بكتيريال انفكشن ريسبيراتوري كومبليكيشن. يعني هو جاب ابراهيم موجود هنا في القبر ينزل لور يعمل لك ريسبيراتوري كومبليكيشن مثلا. ثم يا جماعه رقم 2 هارت ويورينري انفكشن. حد عبقري قلت التسكيبه بتاعت امبارح، اي اورجانيزم في الدم يعمل الكومبليكيشن بتاع الدم. اقول له نيومونيا ماشي، اقول له سيمبوفلوبايتس ماشي، اقول له طبعا سيمبوفلوبايتس بتحسب البكتيريا يعني صعب يحسب الفيروس. طب اقعد ارص بقى يا جماعه مايوكاردايتس ماشي والهارت. الغريبه بقى شويه يا جماعه الكومبليكيشن الغريبه شويه، انا لسه ما قلتش ايه اللي جاي في الامتحان، لسه ما قلتش ايه المهم لغايه دلوقتي هي غير حاجه واحده بس. يلا بصوا ايه يا جماعه، يقول لك بقى بون اند سوفت تيشو ديفورم، التشوه في البون والعضلات. طب حد يقول لي تشوه في العضلات منطقي؟ ماشي المنطقي، طب العضلات منطقي، طب في العظم ليه؟ ما العظمه متوازنه مفروده عشان مش دور ناحيتين، مش دور يا فاطمه مش دور ناحيتين، ناحيه اتشلت الناحيه الثانيه هتشد لوحدها، هتشوف العظمه لان لسه عظمه سوفت بتاعته صغير. في حاجه صعبه كده هذا الكلام، نجيب بقى الموضوع. المهم يا فاطمه لغايه دلوقتي خدناه مود اوف ترانسميشن وكلينيكال بيكتشر هديه من عندي على فكره، عمرها ما جت، عمرها ما جت ولا هي جايه شو عارفين. خد بالك يا جماعه طلع لك سؤال متوقع في كل انفكشن، يعني سؤال متوقع كان بتاع امبارح بريفنشن اند كنترول. هي العظمه ما بقتش مشدوده بعد كده؟ هي العظمه بتتشلش اهو. بص يا وقفت عندك عظمه اهو، العظمه دي مشدوده بعضلتين صح؟ العضله دي اتشلت، من العضله شغاله دي هتديني الناحيه دي طبعا، لازم تديني كده ليه؟ لان العضله شغاله، العضله مش شغاله مفيش توازن ما بين الاثنين، ناحيه بتشد وناحيه مفيش، لان لسه العضمه سوفت بتاع طفل صغير كده. يا جماعه خلصنا الصفحه دي، ناخد بقى الصفحه اللي بعدها. يا جماعه ما هو جايه في الامتحان ومع ذلك هقولها، ما حدش بص مذاكره. مين يقول لي يا جماعه المناعه ضد مرض الكهربنطس؟ يعني في كم مناعه في الدنيا ضد مرض الكهربنطس؟ كم احتمال للمناعه؟ ايه؟ ايه هو قال لك يبقى الايزوليشن من الفيروس، من الفيروس يا اما من الستول يا اما، طب ليه من البلاد؟ ليه ما ينفعش من البلاد؟ هو ما بيروحش البلاد. لا اصل مش ده المرض الدياجنوستيك، انت لو عندك الفيروس موجود يبقى حاجه من الاثنين، يا كارير بتعمل دي بلوه يا يوصل السي ان يوصل الوقت متاخر جدا، يبقى احسن افصله عندك من يعني مجرد وجوده في الستول دي كارثه اصلا. طب ما هو نفس الكلام كان في التايفويد بتاعك. لا التايفويد اللي انت ممكن تبقى ايه؟ شايله كارير ومش بلوه قوي، لان في كتير في الدنيا شايله كارير، لكن البوليو هنتكلم عليه كمان شويه صغيرين، انت لو لقيت واحد بس شايل الفيروس يبقى معناها ان في خطر كبير موجود، احنا عايزين نضع الفيروس نهائي، ما يبقاش كارير ليه اصلا. يعني الكارير يهمني كمان اقضي عليه كمان. احنا عندنا حمله الادكيشن، لكن لسه ما نقدرش نعمل حمله الادكيشن للتايفويد. ما اقدرش. اما البولي خلاص قربت، التايفويد مش خطير قوي طالما لا 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 ولا لا 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 خالص لا لا مش مساله هنا خطوره، المساله هنا ان قربنا نقضي عليه خلاص، فيهمني اجيب كل واحد واعمل واصرف عليه ان شاء الله مليارات، لان ده اخر واحد في الدنيا نخلص من الدنيا كله من المرض زي السمول بوكس حاله واحده يبقى بنوصل يعني هنا بصرف نظر عن الخطوره طبعا. ناخد بقى يا جماعه الاميونيتي، عايز اعلمكم يا جماعه الاميونيتي. ايه رايك يا توقع كم احتمال في الدنيا للمناعه ضد الحصبه؟ يلا ايه الاربعه؟ يا اما جايه من الام ماتيرنال اكوارد اميونيتي، يا اما جايه من الانفكشن، يا اما جايه منين؟ ها من الباكسين، يا اما جايه من السيل ولا البوليو. يا جماعه في كام نوع من المناعه جايه في الدنيا؟ الاربعه.
الأربعة بالمنطق هي الحتة الوحيدة يا جماعة تبقى عارف إن غالبا المناعة من الأشهر دي بتاعت طلبة شاطرة. بص يا جماعة عبقرية السكيم، عبقرية السكيم يا زياد، إنه شال أربع جمل، إنه شال أربع جمل اللي كانوا هيصدعوه وساب لك جملة ظاهرة قدام عينيك كده تحفظها كويس قوي. الأكتر يا جماعة اللي بيحصل بالإنفكشن يعني الأكتر في الدنيا معظمنا عنده مناعة منين؟ من سب كلينيكال، لأنه مرض إنديميك متوطن يبقى جالنا كلنا مرة واتنين وتلاتة في الأكل المعفن من غير ما نحس، وكلنا عندنا من سب كلينيكال مش من مناعة اللي جاية من الأم ولا من الفاكسين. الفاكسين مدينا مناعة برضه، بس يعني عايز أقول لك إن البشر دي كلها عندها كم اللي ما جالهوش من الفاكسين هيجي له من سب كلينيكال. زي التايفويد اللي احنا خدناه برده، بس ده اكتر من التايفويد كمان، ده متوطن فعلا بشكل مهول. يعني لو ما كناش طلعنا هتلاقي كل شبه فيه بوليو فيروس، لانه الفيروس عنده قدره على انتشار اكتر من البكتيريا نفسها. ثم الايدج ما حدش وصل مذاكره، قلنا قبل كده يا جماعه يلا عشان دي برده فيها حته طلبه شاطره قوي، اعلمكم مهاره ايه يا جماعه. كل امراض التطعيمات الاجباريه اكتر في الاطفال، في خلاف على ذلك الكلام ما احنا بنطعم الاطفال بدري ليه؟ ما عشان المرض اكتر في الاطفال، يبقى الدفتيريا اكتر في الاطفال، يبقى التتنس اكتر في الاطفال، يبقى الميسز اكتر في الاطفال، يبقى المامبس اكتر في الاطفال، يبقى الروبيلا اكتر في الاطفال. ولكن يا جماعه خدوا بقى القاعده دي، بعد ما طعمنا كل الاطفال الصغيره يبقى يا جماعه المرض يجي للاطفال؟ لا خلاص ما مطعمين، امال مين يجي له بقى يا جماعه؟ الكبار اللي المناعه قلت بالعمر، ده اسمها ايدج شيفت. لا خدي المهاره دي عشان دي هتعملها 1000 مره تاني، ربنا يشيل بقى يا بنتي. بعد الشرق يا دكتور يا بنتي. ايوه مره واحده ومش هشال عليها تاني، شال عليها تاني. ما كنت عايز عليها 3 مرات. تسمع المعلومه كامله، نفسي حلم حياتي، حلم حياتي اسمع المعلومه كامله. اه ده زي ما كنتش بقول هي سامعه، هي ده رياكشن العادي، هي سامعه كده مش فاكره كل ده ابتدى على طول. لا ما اقدرش اقعد بخاف. يلا 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 بس يلا انت حرامي بسرعه كده انت اقصى عليك. لا يلا بسرعه يا حبيبي هرج معاك. بص يا جماعه بشكل بسيط خالص، انا بتكلم في ايه يا توا؟ بتكلم في انهي موضوع؟ ايه المناعة؟ بص يا جماعه الايدج، ما هو الايدج هو اللي له علاقه بالمناعه. بص يا جماعه الفكره ببساطه، اي تطعيم اجباري طالما الاطفال اتطعمت بيه يبقى الاطفال خلاص ما عادش بيجي لهم. ليه؟ ما احنا مطعمين. اي مناعه بتقل بالعمر، يعني كل ما تكبر حتى لو كان عندك مناعه تقل 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 تقل، فانت وانت كبير مناعتك قلت ولا لسه زي ما هي؟ قلت. وبالتالي يبقى المرض اكثر انتشارا دلوقتي في مين؟ في الادلت. ده اسمه ايدج شيفتنج، بيموت في دي في الكليه. اي مرض ليه تطعيم اجباري في هذه الظاهره. يعني ايه هذه الظاهره؟ بعد ما كان زمان بيجي للصغيرين فطعمناهم اصبح بيجي اكتر في الكبار، ورد اكتر في الكبار، وده اسمه ايدج شيفت. على رابط قال لك ما انت عندك اول 6 شهور عندك مناعه جايه من الام بالتالي ما يجيش، لغايه سن كام؟ 5 سنين. عملوا لك تسكيم عبقريه لها دلوقتي حالا. قال لك يا جماعه بعد التطعيم الاجباري بقى في ايدج شيفت للادلت، عملوا لك بقى تسكيم عمركم نزوع، نعرف السن الاقصى الحد الاقصى اللي لو ما طعمتش فيه هيجي لك بوليو. انت بمعنى يعني لو ما طعمتش في البوليو، ما طعمتش في البوليو صغير هيجي لنا 5 سنين، بص احفظها ازاي. ولو ما طعمتش ضد الحصبه هيجي لي 10 سنين، وما طعمتش ضد المامبس هيجي لي لغايه سن 15، عديت 15 خلاص يبقى جالي. لا ما انا ما بحفظهاش كده، ده حيبس. انا عايز افهمكم بقى تسكيمه، كل ما المرض يبقى متوطن اكتر كل ما يجي في سن صغير اكتر. ما هو جنبي مين اكتر مرض متوطن في مصر؟ البوليو. مين تاني واحد بعده على طول؟ الميسز 10. مين تالت واحد على طول؟ بقيه الامراض كلها بقى، مامبس برتز للصبح. تاني يا ابراهيم عشان نحفظ الاعمار يا جماعه، تاني مين اكتر مرض متوطن في مصر؟ البوليو، يبقى يجي سن 5 سنين. مين تاني اكتر مرض متوطن يعني اقل منه شويه؟ الميسز. لا انت ممكن تستحمل 10 سنين وما يجيلكش، يجيلك على 10 سنين. مين يا جماعه اكتر مرض اقل مرض متوطن فيه؟ خلاص بقيه الامراض كلها 15. يعني انت يا جماعه عندك ريسك لغايه سن 15 عشان اقل توطنا شويه، اما الثاني عندك ريسك لغايه سن 10 والميسز، اما الثالث ولا المامبس اللي هو في اول 5 والميسز. يعني كل ما المرض يبقى متوطن اكتر هايلي انديميك يبقى جنبك، ولا هايلي انديميك ده يعني منتشر قوي، متوطن ومنتشر، ولا متوطن مش منتشر؟ فاكر كلمه انديميك يعني ايه؟ على اساس ان على 5 سنين هتكون جت انديميك. لو ما طعمتش هيجي لك المرض عند 5 سنين. وعشان كده انا بحدد العمر ليه؟ لا ده سؤال اهم بقى، ليه بحدد الاعمار؟ عشان نقول لك ان المرض متوطن جدا لغايه سن، صباح الخير يا حبيبي ولا بسرعه، المرض متوطن جدا لغايه سن 5 سنين يبقى لازم نطعم الاطفال لغايه سن 5 سنين حمله جديده. المرض الثاني 10 سنين يبقى لو ما طعمش نقعد نحافظ عليه لغايه سن 10 سنين، المرض الثالث لغايه سن 15. ابقى عارف مين السن الخطا؟ يعني بعد 15 سنه السنسيتيفيتي بعد... قلت، معناها حاجه من الاثنين، يا انت جالك مناعه تطعيم يا جالك مناعه من انفكشن. لا السنسيتيفيتي قلت بقى خلاص. وعايز يحسب ان انت ابراهيم لما طعمتش هيجيلك انفكشن ولا لا؟ امال ليه ادوليسنس اند يونج ادلتس ليه قلنا ان هو دلوقتي؟ لا دي فكره ثانيه خالص، دي الفكره هنا عايز يقول لك ايه؟ الفكره عايز يقول لك ان نسبه الحدوث اكتر دلوقتي في الادلت من الاطفال. ده ما بيجيش بعد 5 سنين. لا ما مش ما بيجيش يا ابراهيم خالص. ما هو الخمس سنين ده انت عندك مناعه منين او منين؟ ده كلمه 5 سنين انت جالك مناعه منين او منين؟ يا سب كلينيكال يا تطعيم. لكن مش كلينيكال خالص، عدى 5 سنين وجالك مناعه سب كلينيكال، المناعه دي كامله طول عمرك هتقعد تقلب الوقت. تقعد تقلب بقى. رحت جاي واصل لسن 21 سنه تحديدا، اللي بتحصل الجامعات في السن ده تقريبا. جالك سن 21 سنه تقريبا ينفع يجي لك البوليو. لان مناعتك قلت. يبقى دي وجهه نظر ودي وجهه نظر ثانيه خالص. هنا بيتكلم على احتمالات المناعه هتجي لك يا من سب كلينيكال انفكشن يا من التطعيم لغايه سن كام؟
يعني ممكن واحد عنده 50 سنه يجيله بوليو؟ اه طبعا. ده على فكره الناس عايز اقول لكم على مفاجاتين بقى، عايز اعرف نفسي يا جماعه. بصوا يا جماعه البوليو ده برضو عليك سؤال في كتاب الام سي كيو بتاع الدكتوره مديحه، اللي عايز اعرفها نفسه البوليو عشان دي مش موجوده في الكتاب. البوليو المامبس لو جه للصغيرين ما تخافش عليهم قوي، مش هيشيل غالبا، مش هيعمل كومبليكيشن. لو جه للكبار يبهدلهم، يعني كومبليكيشن مور في المامبس والادلت والبوليو عند الادلت. هنعمل هميون بالتطعيم، يعني طعام تاني. وعشان كده يا جماعه لما انتشرت الحصبه من 7-8 سنين طعموا الجامعه، من 7-8 سنين طعم الجامعه بالحصبه. يعني احنا نروح للطعم ضد البوليو؟ لا 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 لا، البوليو البوليو فكره ثانيه خالص. البوليو فكره، لا لا لا، البوليو فكره ثانيه خالص يا جماعه. البوليو لما يبقى فيه وباء هيطعمك، ما برضه ما طعمكش الحصبه كل يوم يا ابراهيم، طعمك بالحصبه لما انتشر وباء الحصبه راح جام طعم طلبه الجامعه. لما ينتشر وباء البوليو يبقى طعم، او يحصل ثاني رجوع للبوليو تاني. تعالى بقى يا جماعه، يلا انتوا لسه ما فتكش حاجه مهمه قوي يا حبيبه. يلا يا جماعه ناخد بقى يا جماعه السكس يا جماعه، محدش بص متذكره يا جماعه. البريس اكتر يا جماعه في الميل ولا في ميل؟ صعب تلاقي يا جماعه. يا ايه ايه يا قصدي يا عشان تطمن على نفسك، صعب تلاقي في ميل مشغوله في الله اطفال. لكن اكتر الميل يلا اهو، يعني صعب اهو عشان عارفها. طيب جت سؤال في الامتحان يبقى اكتر في الميل بقى يا جماعه. بعد كده يا جماعه قال لك موجود فينا يا جماعه، قال لك انتهى طبعا، انتهى يا جماعه من الدول الديفولب، انتهى من الدول انتهى يا جماعه من الدول الديفولب يا جماعه. قال لك انتهى من الدول الديفولب، ولكن لسه يا جماعه في بعض الاوت بريك ممكن تظهر في العالم في اي وقت، يعني ممكن يرجع تاني. طب ليه قال اوت بريك؟ دي حته طلبه شاطره قوي قوي قوي، كله بيركز معايا. لا انا عامل لكم تسليمه الاول، عامل لكم تسليمه الاول حلوه. اي مرض في الدنيا يا جماعه بينتشر ازاي؟ اي مرض في الدنيا غدا، اي مرض في الدنيا بينتشر ازاي يا جماعه؟ بينتشر ثلاث اشكال. اسبورادك يعني يصيب عدد قليل من الناس، اوت بريك يعني وباء في مدرسه او سجن او مدينه جامعيه او مدرسه من الاطفال او اي حاجه صغيره، ثم ايبيديميك وباء كبير. خليها قاعده حلوه يا جماعه. كل الامراض يا بنات، كل الامراض اكتب فيها الثلاث جمل دول، بينتشر ازاي؟ بينتشر سبوراتيك، وينتشر اوت بريك، وينتشر ايبيديميك، الا مرضين ما فهمش هو او بي. مين يا جماعه المرضين ما فهمش ايبيديميك؟ دي طلب عبقري اللي جابها. اللي ما فهمش ماشي عايزين علينا، يعني عايزين علينا طبعا. في امراض ثانيه طبعا زي اسمه البوكس اللي اتغلب. طب انا اقول لكم شويه الامراض وانتوا ورايا لها ايبيديميك ولا لا؟ ما فهمش ترانسميشن. هو انت جبت صح، هو انت جبت صح. انا اجيب لك بس الامراض الاول وقول لي مين اللي ماليش ايبيديميك. هل يا جماعه هيبيديميك ايه يعمل ايبيديميك؟ طبعا اه ده ممكن ينتشر في البلد كلها. هل الميس تعمل ايبيديميك؟ طبعا. هل يا جماعه المنجاس تعمل ايبيديميك؟ ده هي يعني هي اهم ايبيديميك في الدنيا. تمام. هل الكوليرا تعمل ايبيديميك؟ طبعا. هل يا جماعه البوليو يعمل ايبيديميك؟ ازاي هو ده كده اصلا؟ ده لما ترجع حاله بقى بلوه سوده، مع ان ده متناقض مع العلم. عارفين ليه؟ لان بعض الجامعات كاتبه يا جماعه ان حاله واحده من البوليو يعتبرها ايبيديميك. لان يوجوال بس في كتاب يقصد يعني ايه؟ مش هسيب عدد كبير يعني. يبقى يا جماعه ما اكتبش كلمه ايبيديميك اخر، اكتب اوت بريك يا ابراهيم، ما اكتبش كلمه ايبيديميك فين في البوليو. مين المرض التاني يا جماعه ما اهتمش بيه ايبيديميك؟ يبقى بص فيه وسيم. ليه يا جماعه؟ ما هو معنى ايبيديميك معناه ان واحد اتبرع بدم للبلد كلها عشان يحصل ايبيديميك. اما يا جماعه ميكروباص مثلا صغير، اما عماره صغيره، اما مدينه مستشفى صغيره، اما مدينه جامعيه صغيره، سهل يجي فيها امراض الدم. يبقى امراض الدم ما تكتبش فيها ايبيديميك. تاني الا الايدز طبعا عشان بتنقل. يعني تاني ما اكتبش في البطاطس بي ايبيديميك، ما تكتبش هيباتيتس سي ايبيديميك. انا بقالي ربع ساعه بحاول اصححك عشان تظبطوا معايا المعلومه دي. ايوه انا ما تكتبش هيباتيتس بي ايبيديميك. اتفضلي يا غاده. هناك في الجنرال كنا قايلين ان اي حاله من يوجوال. ايوه انا اسمي نوتي سائل ابراهيم اهو. ما انا عارفه بس ان هو قصده ايه؟ قصده ايه؟ قصده ايه؟ قصده ان العدد الانيوجوال اقول عليه وباء ماشي. هي القضيه بقى كلمه ايبيديميك الادق ولا الاوت بريك؟ اوت بريك لانه مساحه صغيره. ده الفرق الوحيد. ايه؟ الفرق الوحيد بينهم ان هو لكم فاين كوميونتي. اه ده الفرق. صح هو كلامك دي صح. انا بقالي خمس دقايق مش عارف اجيبها اركز خالص. ده ده كان على كان يلا يا جماعه يلا توقف عشان خاطري اتوقع. هي بتحاول تبلق بس مش عارف. ما هو لا اصل احنا قلنا حاجه قبل تدخلي فهي بتنفس حاجه معينه. انا بكتب اللي حضرتك بتقوله. ايوه مش عارف حاجه ثانيه جديده غير اللي قلتها. طيب ما انا اكتب اللي فات عشان اعرف اجمع في الجديد. ماشي. لا انا قلت حاجه جديده فوالله عامل لي الطياره والله يتفرج معاك يا دكتور. الله يبارك معاك يا دكتور عشان عايز يبارك معاك يا بنتي. يلا يا جماعه ناخد بقى يا جماعه السؤال المتوقع. السؤال المتوقع اللي فات ده كله ما هوش جاي. السؤال المتوقع يا جماعه، السؤال المتوقع بتاع البوليو. اسمعني يا ابراهيم، لو هتجيب سؤال بوليو يا جماعه هتجيب ان شاء الله البريفنشن والكنترول. بس ازاي البريفنشن؟ انسى الكنترول كمان. البريفنشن بتاع البوليو يعني الكنترول ما يهمنيش. السؤال المتوقع مهم جدا. كله يرفع راسه يا فاطمه عشان خاطر بقى نركز لمده ربع ساعه عشان البوليو كده طول قوي. يا جماعه اي بريفنشن يا تو اي بريفنشن يا ايه عشان دي برضه مهمه عشان ايه تستفيد بيه. اي بريفنشن يا ايه ثلاث حاجات، جنرال بريفنشن وسبيسيفيك بريفنشن. واحتمال ازود مين واحتمال لا. واحتمال ازود انترناشونال. في يا جماعه انترناشونال هنا ده برد عن اصلا يعني ما موجود بره زي ده. احنا ده احنا المفروض العالم يعمل مننا انترناشونال، احنا مش احنا اللي نعمل من العالم انترناشونال. فهمت يا ابراهيم عامله ازاي ولا لا؟ وبالتالي جنرال وسبيسيفيك ناخد يا جماعه الجنرال معايا واحده واحده. الجنرال سكيم مش هقول سكيم ليها زياد، لان الجنرال يا ايه كان ثلاث حاجات. مين الثلاث حاجات؟ كان انفايرمنتال سانيتيشن، وكان هيلث اديوكيشن، وهيلث بروموشن، وسوشيال ديفلوبمنت. هم مش اربعه طبعا، لان فيهم اثنين واحد اللي هو ذا بابليك. الناس عايز تخليهم اربعه مش مشكله. ثم يا جماعه السبيسيفيك اكتب وزيره. يلا اتفضلي اكتب وزيره. مثلا واحد سؤال بقى كله هيجاوبني. بصوا يا جماعه معاكم حاجه الطف عشان ما تعملوش دوشه على بعض، عشان ما تعملوش دوشه على بعض. احدد الشخص
شخص مصري يجاوب عشان حتى يبقى فرصه ايه ناس كده ما تسرحش وتتكلم. يلا يا جماعه هنا اكتب وسيرو يا فاطمه ولا اكتب وكيم وليه هنا اكتب وسيرو دي اكتب وسيرو فيروس اي فيروس مش دوره مغمض الا فيروس واحد بس ما يجي اول نتكلم عليه في المنظر لغايه ما يجي اول يبقى اكتب وايه اكتب وسيرو في حساب كده اذا كلام ناخد الاكتب نتكلم عليه لان السيرو ما يهمش الكليه لدرجه قال بتاعت يا جماعه اوف نو براكتيكال فاليو يعني عمليا ملوش اي قيمه مع ان له قيمه مهمه جدا اقول لكم عليها دلوقتي عاد ليه يا جماعه اوف نو براكتيكال فاليو حد عارف هو يقصد بيها ايه هو انت بتاخد السيور ليه يا جماعه يلا اهو هو انت بتاخد السيور ليه ابراهيم الكونتاكت يا جماعه الكونتاكت بص يا جماعه الكونتاكت يا جماعه اللي بياخد السيور بياخد كيس يا جماعه ابراهيم بياخد كيس يا جماعه امال مين الكيس كان جورج يا جماعه طب انت لو خدت يا جماعه السيور عشان تعمل ايه عشان يحميك بدري يحميك بدري ازاي وانت بص يا جماعه هو انت خدته ليه لما اخويا اتشال طب لما اخويا اتشال يا جماعه انت جيت امتى يا جماعه جاي بدري اه ده جيت بعد دقيقه واحده بعد ما اخويا اتشال اخوك كان بيهدي قبل الدقيقه بقاله وقت طويل جدا فانت جاي متاخر مش هجيب نتيجه الجمله المشهوره خدناها الف مره تاني تاني مش احنا قلنا زمان يا جماعه ان الكونتاكت لو خد الانتي بودي متاخر بالانكيوبيشن بيريد مش هيجيب نتيجه فاكر يا جماعه اللي هو كان سيرو بريفنشن وسيرو اتنويشن ونوت افكتيف يعني عدى فيها حصه كامله دي لوحدها سيرو بريفنشن هيمنع المرض خالص لو خده بدري سيرو اتنويشن لو خده متاخر هيضعفه نوت افكتيف لو خده متاخر خالص طب اي كونتاكت واخده متاخر ليه هو في نظر انا جاي بدري يعني جاي بدري انا جيت بعد دقيقه من اخويا اتشال اخوك يا عم كان بيعدي اكتر من 10 20 يوم قبل ما يتشال وبالتالي انت جاي متاخر انت ملهاش لازمه يبقى هنتكلم على مين على الباكسين كل مركز معايا انا مش عايز اكتب في الامتحان غير كلمه ملهاش اي لازمه بس اوف نو براكتيكال فاليو ناخد بقى يا جماعه قال لك الاكتيف ايمونايزيشن عايزك تفتكروا حاجه من سابين وصلف وطالما افتكرنا الباكسينين هنجيبهم كاملين بالسكين كمان شويه صغارين في حسابك كل بقى يرفع راسه معايا يا جماعه لاول مره في المنهج يا زياد هيقابلني البريفنشن اربع عناوين مش اثنين مش جنرال بريفنشن كله يسحب للجمله الجايه يا جماعه ويلا يا فاطمه ومش سبيسيفيك بريفنشن ده هيزيد عليهم عنوانين يا جماعه مهمين لونهم لون العنوانين مهمين جدا الايراديكيشن بتاع البوليو والبوليو فاكسينيشن كامبين حملات كيور حملات يعني التطعيم بتاعه مش عادي التطعيم بتاعه على شكل حمله وحاجه اسمها الايام القوميه وحاجات كده هنتكلم عليها دلوقتي حالا قال يا جماعه هو احنا عايزين نقضي على البوليو عملنا ايه عملنا حاجتين اثنين اسف في خطوتين اثنين للقضاء على البوليو مين فاكر في الجنرال يا جماعه اليمينيشن وايراديكيشن ايه الفرق بين الاثنين الاثنين ما فهمش ايه كيسز خلاص هي القضيه الاورجانيزم يعني. لسه لا الاورجانيزم لسه موجود ولا مش موجود مين يا جماعه اللي لسه في اورجانيزم يا جماعه لسه في البلد اليمينيشن ومين اللي انتهى الاورجانيزم كمان من البلد ايراديكيشن بس هذا التعريف بتاع الجنرال ثم المعلومه اللي بعدها يا جماعه قال لك هو ثبت نجاح على في سكسس طبعا نجاح كبير جدا قال لك يا جماعه ان مصر وصلت ستيج متطوره من الاليمينيشن ده بيجي سؤال في الشباب بيقول لك يا زياد اشهر سؤال في الشباب احنا يا ابني في مصر البوليو في مرحله الاليمينيشن ولا الايراديكيشن الايراديكيشن لا احنا دلوقتي اليمينيشن لسه ما وصلناش الايراديكيشن ده لسه في تطعيم ده احنا من اخر ثلاث دول في العالم احنا لسه في الاليمينيشن ما وصلناش الايراديكيشن لسه لان لسه الاورجانيزم موجود في البلد لكن ماش في كيس ناخد بالك بعد يا جماعه قال لك يا جماعه ان عشان نعمل ايرديكيشن لازم نعمل جدول التطعيمات انا بقى لم الموضوع لحظه بس ابراهيم لحظه انا لم بقى الموضوع يا جماعه بدا في الاول بص يا جماعه ما قالش ولا كلمه على الايرديكيشن غير كلمه واحده بس غيروا ايه يا جماعه الكلمه العلميه الوحيده اخر جمله يا جماعه ان احنا بنعمل ايرديكيشن من خلال جدول التطعيمات ننتظم في جدول التطعيمات يعني عارفين ايه يا جماعه يعني اللي فوق تعريفات مقدمه يا ابراهيم واللي تحت ان احنا نجحنا دي مقدمه يا ابراهيم ومصر في مرحله الايمنيشن دي مقدمه يا ابراهيم اما الايرديكيشن نعمله ازاي بالنجاح في جدول التطعيمات نذكرهم بقى اللي هو جدول ايه ليه بس يعني الباقي كله مفيش علم اللي فوق ده كله مفيش علم بصوا على تحت بقى المهمه دي بقى يا جماعه احنا بنعمل التطعيمات على شكل تنظيم حمله هدفه مع الفرق بين الحمله والتطعيمات العاديه التطعيمات نوعين ايه التطعيمات النوعين النوع الاولاني يا جماعه اللي هو الدفتيريا والميسز والبرتاسس والتيتانوس وكل الكلام ده بنعمل ايه نروح الصحه الصحيه مستنيين هم الجيل ناس جيلنا اما التنظيم فروم هوم تو اروح اخبط على البيوت واروح لهم ليه بقى يا جماعه دي مهمه جدا بقى بنعملها ليه قال لك لاربع اسباب مش خمسه فيهم شو اتنين شباب بعض لاربع اسباب رقم واحد ان في اباء كتيره جدا ورقم واحد بقى هيترددوا ان يودي ابنه يعني يتردد يا جماعه هفي هدوف في دماغه ايه هدوف في دماغه انا ودي النهارده الدنيا بارد فممكن يطنش جرعه ولا حاجه فاحنا نطب على البيت بس يا جماعه طبعا هي لها سبب مهم بس طبعا مالوش عنده قال لك رقم اتنين بقى يفقد 1 او 2 دوزز من التطعيمات ليه يا جماعه يفقد واحد عبقري ليه يفقد جرعه او اتنين من التطعيمات هو ايه اللي هدوف في دماغ الاب يا جماعه هو النهارده تطعيم ايه شال الاطفال التطعيم بياخد بقه مره الطعم مره عند شهرين واربعه وسته هو بقى حسبها في دماغه زي يا جماعه ما انتوا بتحسبوها على نفسكم انتوا الدكاتره بتحسبوها على نفسكم بركوا العامه اديكم مثال انتوا ان شاء الله بتاخدوا تطعيم الهيباتيتس هتيجي تاخدوا الجرعه الاولى والثانيه ممكن تطنش الثالثه في جماعه ده سؤال بساله كل سنه من طلبه الطب انا دكتور خدت اثنين بقى كفايه دخل لما طالب طب يقول كده يبقى المواطنين يقولوا ايه يا جماعه يبقى الناس عليه تقول ايه انا بطنش من الثالثه يعني يبقى بارد بقى الناس اللي مش دكاتره يقولوا ايه هيقول يا جماعه الواد خد ثلاث مرات ياخد اكتر من كده ايه هم بيصدعونا ليه على الفاضي يا جماعه فبالتالي ممكن يطنش جرعه او اثنين لما طب عليه في البيت هديهم له اقول له ما ده على الباب خلاص فات الوقت ثم يا جماعه رقم ثلاثه يبقى حته حلوه قوي يا ابراهيم
ان احنا عدلنا قبل ما الحبيبه تدخل ان عدلنا يا جماعه اول ما دخلت بالظبط عدلنا يا جماعه السن بتاع الرضاعه ان شاء الله اطفال لغايه سن كام يا ابراهيم؟ 5 سنين. فمفيش اب هيخطر في باله ان ابنه يكون طبعا انت عارفين في الفلاح انه لكن الواد بقى عريس خلاص يعني من اول 3 سنين الواد بقى عريس اتعبوا ازاي والواد بقى عريس خلاص هو 3 سنين او الله ما يعرفش يعني انت ماشي لك يعني الواد بقى مش هروح اطعم بقى اجلس على البيت اقول له هات اطعم العريس يبدا يفكر لا لو اي حد اصغر من 5 سنين يطعم يعني لغايه 5 سنين يا جماعه لغايه 5 سنين الطعم. ثم يا جماعه عشان نعمل 100% كفرج هنعملها ازاي الا لما احنا نطب على الناس ده. بصوا يا جماعه انتوا شعب نصه معوش بطاقه لو انت سبته يجي لك الواحده ساعه مش جاي نصه مش جاي لانه نصه ما بيطعمش ولا يفرق معاه وعارفين نصه سايب ولاده في الشارع ايه المشكله يعني لو الواد ما يطعمش. اما لما نروح لهم البيوت هنطعم 100% من الناس. اخر واحده يا جماعه دي قلتها قبل ما حبيبي تدخل البوليو فيروس يا حبيبي ركز بقى 3 انواع يعني 3 انواع 1 و2 و3 لو زياد جاله او واحد جاله ولا زياد واحد جاله يا جماعه النوع رقم 1 هل هيعمل له مناعه تحميه من النوع رقم 2؟ لا قلنا مفيش فرص اميونيتي بينهم. يبقى لو جاله النوع رقم 1 يعمل النوع رقم 2 لا. وبالتالي اخبط على البيت اقول له يا حاج عندك ولد عنده اقل من 5 سنين؟ قال لي اه. هات اطعمه؟ قال لك الواد اتشل. اطعمه ولا ما اطعموش؟ ليه؟ لان اقول له اتشل من نوع معين مش هيحميه من النوع الثاني ولا النوع الثالث. يبقى بنطعم ده سؤال في الامتحان مسك بنطعم حتى الواد مشلول. اما لو استنيت لا ما يخفش اما لا ما يخف. اما لو استنيت يا جماعه في الوحده الصحيه ما هو خلاص الاب اللي ابنه اتشل مش هيجيبه اصلا. نجيب الموضوع تاني يا فاطمه نجيب الموضوع تاني بقى توقع ايه عشان خاطر بقى تقول لي ايه اضغط على نفسك يا جماعه مش قصدي مش قصدي يا جماعه احنا عندنا يا جماعه السبيسيفيك في اي حته اكتب وسيره المره دي هزود كامبين والا ده كيشتاج. يعني انا لو منك اجي جنب السبيسيفيك واعمل 4 افرع كده جنرال سبيسيفيك زي ما احنا متعودين وايراديكيشن وكامبين جنرال سبيسيفيك وايراديكيشن وكامبين. بصوا يا جماعه السؤال ده لو جه في الامتحان ما يجيش معاك كنترول حد عارف ليه؟ كبير ايه؟ ده هيتكتب عليه لا يقل خد بالك يا جماعه ما تبصوش انه كده ده انت لو كتبت 70 والسلك بس لن يقل اجابته عن 5 أو 6 صفحات. وبالتالي هي هتحدد لك حاجه بسيطه فيه ما تقدرش تجيبه كله على بعضه. ناخد بقى يا جماعه الصفحه اللي بعدها ناخد الكنترول. الكنترول ما هوش جاي في الامتحان واقول له بسرعه بقى كنترول الكيس والكونتاكت والكوميونتي. الكنترول بتاع الكيس هتقول لوحدها لحظه بقى هي تقول هتقول بقى المره دي وان شاء الله هتقول ان شاء الله يا جماعه لا ان شاء الله ان شاء الله يا بنت كل حاجه ممكن تحصل يلا يا بنتي انا مش شايف ايه يلا اي كنترول كان 6 رعب ايه 6 رعب ايرلي كيس فاين يلا ايرلي كيس فاين ها ثم نوتيفيكيشن ابلغ عنه ثم ايزوليشن يلا يلا اسم الله عليك يا دعاء يلا يا دعاء يلا 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 دعاء هتقول يا دعاء حل ثم يا دعاء تريتمنت يا دعاء ثم ديس انفكشن ثم ريليس اطلاق الصراحه هي قالتهم كلهم اللي بره يا جماعه اللي بره اول حاجه ايرلي كيس فايندنج مش عايز غير ايرلي كيس فايندنج بس ثم نوتيفيكيشن ما تتغيرش عشان كده ما كتبتش ايه ثم ايزوليشن يا جماعه بص يا زياد مش مفوت حاجه يعني مش مرقم غلط يا زياد قلت امبارح السكيم ما بكتبهاش لا ما تتغيرش ما بكتبهاش يبقى اول حاجه ايرلي كيس فايندنج تاني حاجه نوتيفيكيشن تالت حاجه مكان العز فينا يا جماعه في البيت طبعا يا جماعه مع اني قلت لكم كتابكم ده يروح النار ان شاء الله يعني انت متخيل يا رب يتشل اه انت متخيل يا جماعه البيت جابه له واحبسه في البيت عشان ينشر مرض في البلد يا جماعه ده بينزل على فكره نازل ده يا ريت يا ريت ده المستشفى ده وفد من وزاره الصحه هيجي هو اللي هيعمل يعني جسر بشري كده يحوطوا بيه 24 ساعه قاعدين يتابعوه لا ده هيرجع المرض البلد تاني فهو طبعا كاتب في الهوم ماشي في الهوم في الهوم عشان كده النوتيفيكيشن هنا مهمه جدا يعني طيب مش غير ده عليه بقى قصه كبيره جدا ده بيتبلغ في خلال 24 ساعه يا جماعه ده يا جماعه زي كل ركبه بالظبط لازم في خلال 24 ساعه يكون متبلغ ونازل وفد من وزاره الصحه ان شاء الله اسوان وقاعد حواليه يعمل دراسات 24 ساعه وقصه كبيره جدا يعني يا جماعه ده جه واحد اسمه اياد في فاكر الجماعه في اسيوط سنه 2006 جرسوه في التلفزيون جرسوه اهو صوروه وهو واياد اللي قالوا ان شاء الله اطفال واللي فضحنا واللي الواد زمانه مات اصلا اريليز بالثلاثة ايه الثلاثة بقى ايه الثلاثة بقى زياد ايه الثلاثة ثلاث حاجات اي مرض في الدنيا بطلق صراحة امتى يا جماعة لما يخف الميكانيكال بيكشر دي 2 يا واحد وحالته العامة مرضية دي الثانية لكن لو كان بيعدي في فترة النقاهة زود الثالثة بكتيرولوجيكال فري ايه يا جماعة الثلاثة يا جماعة الثلاثة بكتيرولوجيكال فري يا جماعة باخد منه 3 سكسسيف نيجاتيف ريزلت ثلاث عينات نيجاتيف يطلع لسه بيعدي ما يطلعش بعد يا جماعة لأول مرة هتقابلني حاجة اسمها ريهابيليتيشن بيعمل إعاقة شباب بيعمل اه ناخد بقى الكنترول بتاع الكونتاكت ما حدش يبص مذكره اكتبها على السبوره ثاني ولا خلاص كنت بكتب كده يا جماعه السيرف بلان سيجريجيشن ايزوليشن مفكر من الاخر قول ورايا زياد هل ده واحده من الثلاث سائل انت لسه جوه ولا كنا واخدين حصه لسه موجوده سيرف بلان سيجريجيشن ايزوليشن هل هي واحده من الثلاث سائلات اللي تعم زي نيمونيك بليج ونيمونيك اسكس على فكره في غلطه انا قاتله هل هي واحده قاتله هنا في التابلس هل هي واحده من الامراض اللي لها كونتاكت كارير زي التيفود زي البكتيريا اه يبقى اعمل سيجريجيشن لكل اخوات ولا الفود هاندلر بس الفود هاندلر اه اما الصيح سيرف بلانس هنا ما قالش سيجريجيشن اصلا ازاي انا مش قادر اعرفها انا مش قادر اتصورها
لو يا جماعه سيمبلنس يا جماعه لو كده في سيمبلنس يا جماعه انت مش عايز تحفظ الرقم اكتب 4 انكيوبيشن بيريود وراح دماغ بنفس المعنى بالظبط لان انا متابعه للانكيوبيشن بيريود يعني تحفظ الرقم والانكيوبيشن بيريود بس. ثم مع السبيسيفيك بروتكشن برضو اللي كاتب سبيسيفيك بروتكشن ده اعمل ايه؟ هو سيرو ماشي عشان مستعجل ماشي، هو سيرو عشان مستعجل ماشي، لكن قال لك ممكن اديله بوستر دوز من الفاكسين. ما عشان مش جاي في الامتحان ما تصدعوش نفسكم قوي يعني. قال ايه بدي انا ممكن اقول لك، انا ممكن اقول لك هو فلسفته عارف فلسفته يا ابراهيم؟ ان هو يا جماعه اخوه ده متطعم غالبا في اكل على التطعيم بتاعه، ده معناها ايه؟ لا يكون مناعته قلت او قلت عنده شويه فاديله بوستر دوز عشان لو كان مناعته قلت تعلى شويه بتاع التطعيم. بس دي برضه مش جاب لي بتاع مش فارقه قوي. الابيديميك ميجر اجراءات الوبائيه يا جماعه اكتب كل حاجه كل حاجه كل حاجه تمام اجي القلب والله اكتب كل حاجه معاه وازود حاجه لا ده انا جالك طب منو يعني ده القلب مرحله يعني بسيطه من اللي ممكن يجي اكتر يعني لو جالي فصام مثلا جالي مثلا رغبه في الانتحار رغبه في الانتحار لا وبتاع يا جماعه ده يلا يلا ايه ده يا جماعه هو السكيم عادي بتاع كنترول كوميونتي يا زياد وازود عليه يا جماعه ماس اورال ايميونايزيشن لا اكتبها احلى منها كامبين احلى منها يعني الاجراءات اللي بتحصل للمجتمع لو حصل الوباء كامبينز طبعا حملات ضخمه جدا المفروض هنا طعم الكبار كمان مش تشيلته لا هو بص يا ابراهيم هو الفكره ايه هو الفكره ان احنا عندنا الكلام ده بتاع الكبار بره لا عشان معروف ده حلو قوي الكلام ده بتاع الكبار بره اما احنا عندنا تمام الاطفال هم مصدر المرض فعلا لسه ما عندوش مناعه لو ما كانش مطعم بس ما الكبير بيتبهدل يعني احنا قلنا الجي او سي اللي قلت لك ايه الكبير اللي قال الجي او سي اللي قاله مامس دول الله اعلم اخبارهم بس الاي جي شيفتنج يحصل اكتر في الاطفال في بره في الدول دي بره لان هم اللي بره عندهم خلاص الاطفال مطعمين فهي الازمه في الكبار يا جماعه خلصنا من ده ناخد بقى يا جماعه عشان خاطري بقى استحملوني مده دقيقه عشان خاطري ناخد يا جماعه ناخد بقى يا جماعه ابراهيم ناخد السابين والسلك التطعيمين بتاع عشان الاطفال تحت بقى نكتبهم ليه بص يا جماعه اول ما تلاقينا عامل حاجه في مربع يا جماعه اعرف ان ده مهمه لوحدها عشان كده فاصلها لوحدها كنت ممكن احطها فوق بس عايز افصلها لوحدها يعني ممكن يجي سؤال لوحده اصلا على فكره يا جماعه ده اشهر سؤال في البوليو خلص الموضوع اصلا انا هقول يا زياد وايه عشان خاطري بقى ايه وانتوا سمعوا ورايا قول الايتم وسمعوا ورايا اول حاجه معنا ناخد السابين الطيب يا جماعه خليه في التنويت ولا جلد ماشي ده هيبقى التنويت اول واحد خلصنا منه كان بيحتوي على فيروس واحد ولا ثلاث انواع كان بيحتوي على ثلاث طب وعشان كده الاختصار بتاعه اسمه ايه اي تو بي دي انا ده اختصار ايه ترايفالنت اورال بوليو فاكسين ثلاثي التجافف يعني في ثلاث فيروسات تمام اورال بيتاخد اورال وبوليو فاكسين ده اسم المرض ده اختصار علمي بيجي في الامتحان يا جماعه اختصار علمي بيجي في الامتحان طب بيتاخد كم جرعه يا جماعه بيتاخد جرعتين اورال كنا حافظين بيتاخد جرعتين اورال ما بينهم قد ايه شهرين قد ايه شهرين ما بيتاخد شهرين واربعه وطالما عند شهرين واربعه يبقى بينهم 8 ويكس ثم بقى بيستخدم في مصر امتى ما حدش بص مذكره او اكتبها يا زياد اي فاكسين يا زياد كنت بجيبه ازاي لا اي فاكسين كنت بجيبه ازاي دي سماها كانت مكتوبه مع الايه بص الايه بص الايه بص يا توقع اي فاكسين كنت بكتبه ازاي مع اما كومبلسوري اجباري يا اما هاي ريسك اكتر ناس محتاجينه تيجي يا جماعه نفكر مع بعض عشان خاطر يا جماعه هعلمكم مهاره جديده النهارده يلا زياد انا قاعد امبارح اقول مهاره جديده النهارده ما قلتهاش امبارح اي ابلكيشن بتاع اي فاكسين في الدنيا اسال نفسه بقى طعمت وانا صغير ناخد الاول طيب طعمت وانا صغير طيب فين طعمت وانا صغير لا يبقى هاي ريسك يا جماعه انا طعمت بالحسبه وانا صغير طبعا يبقى كومبلسوري وهاي ريسك معلش يا دكتور هو يعني لكم لحظه بين الاول ده فيه خطوره الاول يعني ايه كومبلسوري وهاي ريسك كومبلسوري يا جماعه يعني بطعم بيه الناس الملتزمه اللي هتيجي تطعم وانا صحيه طب وهاي ريسك يعني مش كل اللي ما بطعمش اللي ما بطعمش وشغال كذا اللي ما بطعمش وخطير هنا نفس الفكره يا جماعه هيبقى هنا كومبلسوري وهاي ريسك ناخد يا جماعه كومبلسوري بص يا ابراهيم الكومبلسوري عند شهرين واربعه وسته الاجباري في مصر مين الهاي ريسك يا ابراهيم اي حد اصغر من خمس سنين في عايز صعب كده نقرا الجمله يا جماعه مين يا جماعه كان التطعيم عند شهرين واربعه وسته وزودنا جرعتين جرعه صغيره مع البي سي جي سميناها زيرو دوز وجرعه سميناها مع الميز سميناها فيفس دوز الجرعه الخامسه فاكرين الكلام ده ولا لا ولا اقوله تاني البروتكتيف فاليو كان بيدي سوليد مناعه مدى الحياه الكومبليكيشن بتاعته لسه مفيش الا سطر واحد بره السكيم بصوا بقى دي مفاجاه الفاكسين ممكن يعمل باراليسس لدرجه ان قنطة سؤال كبير جدا هي ليه وازاي والميكانيزم ايه اسمع مفيش تفاصيل قال لك ممكن يعمل باراليسس قال يا جماعه علشان قال يا جماعه نقرا اهو قال يا جماعه عشان ممكن يحصل ميوتيشن للفيروس نفسه يعني الفيروس اللي جوه يتغير وبالتالي هالمجتمع في طنطا قصه كبيره عجيبه خالص قال لك الكونترا انديكيشن دي مهمه جدا بس يا جماعه ايه الكونترا انديكيشن للتطعيم ما حدش بص مذكره انا مش هقولها انت واحده ست حامل حامل طب ليه حامل يا جماعه ما تاخدوش اي لايف بتنيميد الفيروس بتجي فاكسين ما تاخدش الحامل واحد واد عيان اصلا لسه هنا بقول حسب كل شغال دي ولدي لا منتشر ده اهم جمله بقى منتشر ما اعرفش موجوده ولا لا منتشر الابيديميك بتاع البوليو اي ابيديميك اي وباء منتشر يا جماعه ما ياخدش اي تطعيم من اي نوع طبعا ما ياخدش تطعيمات الحقن مش ده مش حقن ده تبقى جنبها ايه تاني يا ابراهيم ها الكورتيكوسترويد طب لحظه بس واحد مش ايوه يا جماعه ده حقن مش ده انا قلت ده حقن مش ده مش الهوره مش الهوره الحقن هو اللي ما ياخدش تطعيمات ليه يا جماعه كورتيكوسترويد هو دلوقتي لو هو مشلول
مش احنا قلنا ده لسه مش مشلول، ده لسه مش مشلول، ده في ايبيديميك بس. لا ده بتكلم على الايبيديميك بتاع البوليو علشان ممنوع ياخد حقن، مش ده البريسبوزنج فاكتور وصول السي ان اس. حقن ثانيه. اه حقن من اي نوع؟ لا حتى لو السلك بتاعه، حتى لو السلك بتاعه له حقن، حتى لو السلك بتاعه له حقن ممنوع اي حقن من اي نوع. كروس اميونيتي، فاحنا كده عايزين هنا مش عشان الكروس اميونيتي، عشان الحقن بتسهل طريق وصول الفيروس السي ان اس. يعني سيبه زي ما هو، ما هو اتشل خلاص. هو دكتور يا عيني. ايوه النهارده، ايوه النهارده غريبه جدا والله بزياده. ايوه انت مش مركزه ولا انت مش مركزه ولا ثانيه. ايوه ولا ثانيه، لا ولا ثانيه بمعنى الكلمه، لا والله ولا ثانيه. حتى لو مش نفسك انت عمال تشتتي اللي حواليك. لا ما انا بتشتت وحبيبي متشتت اهو. بس مش كده، هي في بعض كل ده، هي مركزه في كل حاجه. انا قاعد بتكلم معاك. طب انا فاضي حاجه فجاه، انا ماشي. طب ليه؟ ايوه طب رزق عنا برضه والله العظيم. يا انت جاي بس نص ساعه تسلم على الناس و ده ماشي ماشي خلاص. انا اسفه. لا ماشي. انا هريح حضرتك دلوقتي. لا بالعكس بالعكس والله، ده تعبي اكتر، لان هدفي النهائي ان المعلومه توصل لكل يا بيه، مش هدف حاجه. يعني مش هدفي ان انا اعزك، ولا هدف المعلومه توصل لكل الناس. ماشي اتفضل يا بيه. يا لا بس عشان انا والله في حاجه مش جماعة فعلا. هي دلوقتي احنا قلنا ان في حاجه ان احنا لو هو مثلا مشلول انا بطعمه عشان ما فيش كاس من، صح؟ لا ده مشلول، ده لو مشلول ده قضيه. يعني الانفيجن سي ان اس، طب هو مشلول اساسا عشان ايه؟ حضرتك بتقول لي انا مش هديله حقن عشان انفيجن سي ان اس. لو موجود ايبيديميك ما هو لسه ما طعمه، لسه ما اتشلش، هو ما اتشلش وقت الاوبئه ما تطعمي، يعني لسه ما اتشلش. مش ده بريفنشن ولا ده علاج؟ يرحمكم الله ان شاء الله. يلا يلا وبعدها ان شاء الله شلها ان شاء الله. يلا يلا كده تالت ولا رابع مره. لا اصل انا لسه هجمعها ولكن تداري بشكل الطف. يعني بص يا جماعه، ايه الكونترا انديكيشن؟ طب اقولها بشكل تاني احلى. انا تعمدت اكتبها بهذا الشكل عشان اشوف الناس عارفه الكونترا، لان للاسف يا جماعه انتوا في كتابكم ما فيش يا جماعه عنوان اسمه الكونترا انديكيشن للفاكسينز. في عنوان في اي جامعه للكونترا انديكيشن موانع التطعيمات، موانع التطعيمات اربعه بس في كتابكم قال اثنين بس، او جاي مجمع اثنين بس. موانع اي تطعيم لايف ادوت حاجتين اثنين يا جماعه، يا مناعه ضعيفه يا حمل تسكيم اهو. يعني انا ممكن ارص يا جماعه مكان كلمه سكيم دي يا جماعه 10 اختلاف حاجه ثانيه. اديك مثال كلهم مناعه ضعيفه او حمل. بريجنانسي حمل رقم 1، اميونو سبريشن رقم 2، اميونو ديفيشنسي رقم 3، وكورتيكوستيرويد رقم 4. المهم قولي اي حاجه المهم فيهم مناعه ضعيفه وحمل، لان لايف ادوت مناعه ضعيفه وحمل، مناعه ضعيفه وحمل. السكيم يا جماعه هو مناعه ضعيفه لسه ساكمه بعدها. ايه بقى مميزات هذا الفاكسين يا جماعه؟ انه سهل عشان بيتاخد اورال، انه رخيص عشان يا جماعه نقطتين ما يكلفوش، ده نقطتين يعني حتى مش اورال وكميه كبيره، ده نقطتين ما يكلفوش اي حاجه. دي مهمه جدا. هو بيتاخد، بص يا جماعه بصوا بقى التسكيمه دي يا فاطمه عشان اتامن 10000 مره. اي فاكسين بيتاخد في الدم يعمل انتي بودي بس، اي فاكسين بيتاخد لوكال يعمل مناعتين، مناعه لوكال سيل ميديت ومناعه في الدم انتي بودي. يبقى ده بيعمل مناعتين يا جماعه، بيعمل مناعه لوكال وبيعمل مناعه انتي بودي. بصوا بقى التسكيمه يا جماعه، هل كل الناس يا توقع عندهم وعي الطعام ويروح يطعم ويودي ابنه يطعم؟ في البوليو يا جماعه في ميزه عبقريه. ايه الميزه العبقريه؟ احنا هنطعم. بصي يا فاطمه، احنا بنعمل حمله تطعيم مش مجرد يا جماعه على 3 ايام، اسمها الايام القوميه ناشونال دايز، بنروح عاملين حمله على 3 ايام. يبقى اذا كله هيجي له البوليو فيروس في الجي اي تي بتاعته في خلال قد ايه؟ 3 ايام. فكله ينزله في الاستول بتاعه في خلال قد ايه؟ 3 ايام، فينتشر الفيروس في المجتمع. فاللي ما تطعمش من الوحده الصحيه وقلنا نظريه، وبما ان المعفن هيفضل ايه؟ معفن، فالفيروس لما ينتشر، فالنهارده المعفن هياكل اكل معفن في الفيروس المضعف. فاللي ما يطعمش في الوحده الصحيه هيطعم بالاستول، اللي ما يطعمش هيبقى قاعده بحياتك. اسمه ناتشورال اميونايزيشن او هيرد اميونايزيشن، التطعيم الطبيعي. يعني جاي ناتشورال يعني ايه؟ يعني هو انتشر في المجتمع فانا اكلته مع الاكل، اكلته مع الاكل. وانت عملت حمله عشان تطعمهم اتعدوا؟ لا مش هو مش كله الطعم وكله يدخل الحمام وكله ينزل في الاستول فينتشر في الصف الصحي. راح جاي طرف طنطا سالني سؤال كان بص رخم رخامه، تمام؟ وعلى فكره بالمناسبه مش رخم، هو اصل السؤال هتجاوبه ازاي؟ قال لي دكتور يعني هو الفيروس منتشر في الصف الصحي في المجاري في المواسير؟ قلت له اه. قال لي فين الكولد تشين؟ مش انت طبعا لسه ما خدتهاش فين؟ معاذ لو سمحت اي فاكسين لازم يتبرد، لو الفاكسين زاد عن درجه حراره 8 مئويه يبوظ. طب والماسوره بتاعت الصرف الصحي؟ ده دماغه متكلفه قوي. والله ده صعب جدا. ده دماغه متكلفه. ده مش طبعا هي طبعا مش دي الفكره. هو طبعا ده هو فعلا فعلا مستحيل يبقى ده تطعيم، لان ده اكتر فاكسين حساس لحرارته خدتوه لسه خدتوه. ايوه بس هيعتبر كلد. ايوه بيتحط ولو ان الكلد لو لا كلد يبقى ده هيقوى. ده لو عاش في درجه حراره هيقوى مش كلد. هيقوى؟ اه هيقوى طبعا، لانه فيروس خلاص بقى في البيئه الطبيعيه بتاعته، مش انتوا بتضعفوه عن طريق تحطوه في بيئه غير طبيعيه، كالتشر غير طبيعيه، وبالتالي هيقوى. هو كان منطقي جدا، فين الكولد تشين؟
وعلى فكره قعدت ابحثها له في كذا حته ما حدش جاب سيره الموضوع ده. طب يبقى اذا دي اصلا فكره واحد اللي مؤلفها كده ان هو ميزته يبقى ممكن يعمل ايه في الناس. ايوه ما هو مش معنى انه علم ما بقول لك هو مش معنى ما هو ده في الكتاب برضه اهو نفس المايكرو هي القضيه ان مفيش منطق فن ده بقى تطعيم ده بقى تطعيم ده بقى انفكشن مش طالعين ويدوا له سبكريكال انفكشن لك فكره تبقى تطعيم مستحيل. يا جماعه اجيب بقى اللي بره السكين ايه بقى عشان امبارح حبيبي سالتني سؤال حلو جدا عايز الم اللي بره السكين بعد الموضوع. الطيب يا جماعه سكين الدوز سكين الابلكيشن في مصر سكين البروتكتيف فاليو سكين لان قلنا جاب بنحفظ الرقم يا زياد عبر عنه زياد بدل ما احفظ الرقم عبر عنه صوره اميونيتي كله سوليد ما عدا واحد بس كان ابسليوت. ثم يا جماعه الكونترا انديكيشن تعرف وجهه نظر سكين هي كمان سكين اللي بره سكين يا جماعه كومبليكيشن والادفانتج بس ده اللي بره سكين. ايه الكومبليكيشن بتاعته عامله ازاي انه ممكن يشل ومميزاته ايه كده خلصنا من السبيل ناخد بقى السلك جنبه. انا اقول يا جماعه دول لوحده بتراي فيلا انت ثلاثي التكافؤ بثلاث فيروسات ما انا عارف يا جماعه اللي عايز برضه اعرفه نفسه لله ما فيهوش الثلاث فيروسات وعشان كده احنا مش حاطينه في التطعيمات الاجباريه. احنا بنحضر الفيروس القوي المنتشر اليومين دول يعني بمعنى هو تطعيم اربعه في مصر سابين ولا سلك؟ سابين مين؟ سابين. طب احنا امتى نحط السلك يا جماعه؟ لما يبقى في فيروس منتشر رقم واحد بالذات نروح حاطين رقم واحد في السلك ومساعدين بمين؟ السابين في الثلاثة. لكن في كتابكم قال الثلاثة ماشي مع انه بصرف زي اصلا ايه بصرف مستوى ماشي. قال لك يا جماعه بتدوز نص ميلي ده سكيم بيتاخد انترا مصر عشان كلد ده سكيم. يا جماعه الابلكيشن بتاع يا جماعه ما حدش بص مذكره بقى ده مهمه جدا 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 في حته انا عارف انت لسه حبيبها انت محتاجاها ولا دلوقتي عالم استخدامه يا جماعه انا قاعد كنت عامل مش فاكر حاجه. بصوا يا جماعه استخدامه كومبالسوري ولا هاي ريسك في مصر بيساعد السابين بره هو كومبالسوري هناك. طب ليه بره وكومبالسوري هناك؟ عبقري اللي يقولها يلا عبقري يقولها. قلنا بره يا جماعه في الدول المتقدمه هو في الدول المتقدمه لا لحظه قبل هندي دروبلت هو في الدول المتقدمه الانفكشن منتشر ولا مش منتشر؟ مش منتشر. وبالتالي يا جماعه اللي هيجي اللي هيتقلب الفيروس كام واحد في امريكا متخيلين في السنه؟ ايه ده ممكن ولا واحد ويوم تبقى زي ده كام يا جماعه؟ واحد. لحظه هل الواحد ده ممكن يبقى كارير يحدي الامريكان قلنا الفيروس ما بيعيش مدى الحياه لما تدخلي الفيروس اخره كام يوم؟ 21 يوم اخر 21 يوم وبالتالي طالما 21 يوم 21 يوم ما يتعيدش الكونتاكت كارير او الهيلث اللي بيظهر عليه علامات لما عنده الفيروس 21 يوم يعني 21 يوم بكره يخف ما يعيش حد تاني. يبقى اذا كل القضيه ده ما يتشالش يعني اذا انت مش خايف من الكارير ده كارير واحد في الشعب كله. ايه المشكله كارير في 250 مليون؟ لكن احنا عندنا جماعه مرض متوطن وبالتالي الكاريرز كتير جدا هو العدد وبالتالي انا يهمني احافظ على اللي عنده الفيروس ما يهمنيش احافظ على انه ما يعديش. يعني كلمه ما يعديش دي مش هي قضيتي يعني دي مش هي قضيتي خلاص انا ما يتشلش. وطالما ما يتشلش انا يهمني احمي السي ان اس وطالما يهمك تحمي السي ان اس يبقى ركز معايا بقى. ادي السابين في عيد يا جماعه الحته اللي كنتوا بقى مش موجوده في كتابكم مهمه جدا. ادي شويه يا جماعه السابين بتاخد اورال يا جماعه السابين بتاخد اورال وادي الدم اهو وادي السي ان اس يا جماعه. السابين بيعمل مناعتين في مناعتين بيعمل في الجي اي بي سي الميديتد وبيعمل في الانتي بادي ايه وبيعمل في الدم ايه انتي بادي. مين المناعه الميلي في السابين دي اللي طلبه شاطره قوي السيميديتد. السابين يا جماعه معمول بصفه رئيسيه عشان يقضي على المرض وبالتالي انت ما تنشرش المرض لكن بيعمل انتي بادي هبائيات ما تحميش السي ان اس. اما السلك بيعمل انتي بادي كبيره يعني انتي بادي بس عشان بتاخد في الدم ما بيخش هنا خلاص ما بيعملش هنا بصي يا ايمان ما بيعملش الميديت اصلا بيعمل في الدم بس وعشان كده مع السلك وظيفته يحمي السي ان اس ما تتشلش. يعني لو انت خايف من الشلل بس مش قضيه تعدي الناس ولا تعديش الناس اخد السلك بس هذه فكره ببساطه. وعشان يا جماعه قال لك بيتاخد بره يا جماعه بيتاخد بره ليه؟ قال لك بيتاخد في الدول اللي نون انديميك مش متوطن فيها المرض ده تعدي الاساس هناك. بيتاخد في الدول الانديميك زي مصر عشان يساعد السبيل. لحظه بقى حته حلوه قوي. بيتاخد مع الحمل ليه؟ علشان هو اللي مسموح عشان كلد الكلد يا جماعه امن في الحمل يا جماعه. اي كلد امن في الحمل مش عامل حاجه. اي كلد امن في الحمل مش عامل حاجه. طب بيعمل كام نوع من المناعه يا جماعه؟ واحده ولا اثنين؟ مناعه ده تايب 1 سيل ميديت انتي بادي بس. انتي بادي بس ليه انتي بادي بس؟ عشان بيتاخد انتر ماسكل ما بيتاخدش. لا انتر ماسكل بتاخدش لوكال. هي القضيه في السيل ميديت يا جماعه انه بيتاخد في مكانه. يعني النيزل بس تطعيم الانفلونزا. تطعيم الانفلونزا يا جماعه لو كان كيلد بيتاخد انترا ماسك هيدي مناعه في الدم بس. لو كان بيتاخد انترا نيزل هيدي مناعتين ترى لوكال. الكيلد ما يقدرش يعمل مناعه لوكال لان هو مش هيشتغل. هي دي ماشي بس مش دي القضيه. حتى يا ابراهيم لو لايف اتنويتد في الدم مش هيعمل مناعه لوكال. هي القضيه هنا انه مكانه بعيد عن مكان اللوكال. هيعمل لوكال ازاي هو بعيد عن اللوكال ده في الدم وبالتالي مش هيعمل مناعه لوكال كده يا جماعه. خلصنا من ده. البروتكتيف فاليو صوره اميونيتي نفس الفكره. طبعا ما تقراش بقيه الجمله. طب لحظه واحد بيقول المصمم عرف بقيه الجمله اقول لك على حاجه. طب ما تيجي نكتب السكيم يا جماعه. بصوا بقى السكيم عامل ازاي. اي قيمه وقائيه كنت بكتب ثلاث جمل. بريفنت كلينيكال بيكشر مكتوب عندك. ريديوس كلينيكال بيكشر مكتوب عندك. ثم رقم ثلاثة صوره اميونيتي ولا ابسوليوت ولا. بصوا بقى مكتوبه ازاي بقى. بريفنت يا جماعه بيمنع 90% من الكيس بدي بريفنت او يقلل السيفيريتي بدي ريديوس. فهمتوا الجمله ولا لا؟ مش انا يا جماعه بكتب يا جماعه بريفنت كلينيكال بيكشر ريديوس كلينيكال بيكشر. جبت الباراجراف كله مش ناقص ولا حرف. على فكره على الارقام فانا مش عليكم يعني بقول لك ايه. اكتب بريفنت كلينيكال بيكشر 90% نفس المعنى وتاخد فول مارك وتنقص ولا درجه. ما تنقص ولا درجه. تعالى نجيبهم تاني بقى. اللي بره السكيم هنا بقى يا حبيبه اللي بره السكيم يا جماعه هنا الابلكيشن اللي بره السكيم والاكشن بره السكيم من وجهه نظري تمام.
اما البروتكتيف فاليو والباقي كله سكين كده يا جماعه. خلصنا من البوليو، نرفع راسنا بقى. اقول بقى سؤال لحبيبه تاني. بص يا حبيبه لسه مرسوم على السبوره، بص يا حبيبه دي اهم نقطه في البوليو كله اللي انت فاتتك حاجه. البوليو ماليتس يعني يا حبيبه؟ ده في اول السنه خلاص كنت معانا، يعني بوليو ماليتس قلت ان شاء الله اطفال، لان كان اسمه انفانتايل باراليسيس، فتغير اسمه البوليو ماليتس، يبقى مجرد عدوى بالبوليو فيروس. معظم الناس اللي هيجي له الفيروس هيبقى ايه؟ كارير. اقليه جدا هيبقى ايه؟ كيس. ده معظم اللي هيبقى كيس بطنه توجعه بس، اللي هو بطنه توجعه. والفيروس وظيفته ايه؟ وصل لسي ناس، يبقى الوظيفه باظت ابورت البوليو، لان وظيفته باظت. اقليه اللي هيوصل للسي ان اس، ده معظم اللي هيوصل للسي ان اس يصدع بس المنجايتس، بس النمبر ليت اقليه بس اللي اتشال، وعشان غيروا اسمه، لان الشلل 1% الاقليه جدا. الرسم الثاني بيقول مبسوط. بصي الشلل معظم او بوليو مالس معظمه كارير، واقليه كيس. معظم الكيس تمام بطنه توجعه بس، اقليه اللي يوصل للسي ان اس. معظم اللي يوصل للسي ان اس منجايتس بس، اقليه اللي يحصل باراليسيس. باقي معلومه بقى مهمه، ايه اللي يخلي الفيروس يوصل عند واحد في السي ان اس؟ انها اربع حاجات لقوها بالاحصاء. ايه بقى؟ اي ولد يبذل مجهود، اي واحد ياخد حقن، اي واحد يعمل عمليات جراحيه حتى لو بيشيل الوزن، والحامل. وعشان كده ممنوع نعمل الاربع حاجات دول في وقت انتشار وباء البوليو. فهمت الفكره يا غدا؟ الاربعه مكتوبه سي ان اس انفولفمنت، مكتوبه عندك في الصفحه الاولى. ايه بقى؟ اول واحده ماوس اند سلوت سيرجري، عمليه جراحيه. ثم رقم 2 اي انترامسلر سبكيوتينس انجكشن من اي نوع حتى لو كان تطعيم ممنوع في وقت الوباء. ثم رقم 3 الحمل. ثم رقم 4 الفتيج التعب والاكسسيف اكسرسايز. دكتور ممكن بقى تقول الكلمات الزياده بس؟ تعال بقى نجيب البوليو يا جماعه تاني، يلا بسرعه يا جماعه عشان خلصنا البوليو يا فندم. الناس بقى نفسي النهارده ادي 2 3 انفيكشن عشان تبقوا مبسوطين. ما هدي ما هدي ما هدي، بس قصدي عايزين ندي اكتر يعني. هاتوا يا جماعه البوليو يلا من اوله تاني. قول ايه اللي بره السكين فيه يا جماعه؟ البوليو يا جماعه اللي بره السكين فيه من اوله خالص يا جماعه. اللي بره السكين فيه في الريزرفوار كان حاجتين، مين اهم كارير؟ كان الهيلثي كارير. تاني حاجه الكارير بتاعه ما بيطولش زي التيفويد يا حبيبي، دي قلناها مهمه جدا، نو كرونيك كارير. ثم يا جماعه بيتنقل بكام طريقه؟ المود اوف ترانسميشن طريقتين، يبقى تتلون مهمه، بتتلون المود اوف ترانسميشن بتاعها بطريقتين مش طريقه واحده، اللي هو دروبلت وفود بورن. طب مين الاشهر في دول العالم؟ بص يا حبيبي اقول بسرعه. بص يا جماعه، طب بص اقول لكم حاجه بقى، اقول لكم حاجه. طب انا هعمل تجربه يا جماعه، هعمل تجربه على حبيبه فوق ما تتخيلوا. عارفين ايه؟ هديها الموضوع يا حبيبه زي ما كان نفسي اديه لو انتوا سكتوا، وشوف هتفهم 100% من ولا هتاخد اي انفكشن في دقيقتين بالظبط. تخيلوا، بصوا بقى مفاجاه والله، هتزعلوا من نفسكم. ده حاجه في انفكشن تاني لا ده انا بس عملنا مره تجربه يمكن ما تجيبش نتيجه. يلا يا جماعه بيتنقل بطريقتين يا حبيبي، فوت بورن ودروبلت. دول الديفولبت المتقدمه زي امريكا تعرف تنظف الاكل، ما تقدرش تمنع الناس تنفس في وش بعض، غصب عنها تنفس في وش بعض لان احنا لازم في بعض، يبقى الدروبلت هناك موجود. اما احنا عندنا برضه ما نقدرش نمنع الدروبلت زيهم، لكن الاكل عندنا معفن، فيبقى عندنا الاثنين. مين المين اللي عندنا؟ الفوت بورن. كده خلصنا من موضوع ترانسميشن. ثم يا جماعه قلنا كلينيكال بيكشر سالنا دلوقتي حالا، ودي سي ان اس بريسبوزنج فاكتور يا جماعه، دي بره السكين برضه. ثم طنشوا يا جماعه كومبليكيشن، وطنشوا يا جماعه الفيتاليتي. طب بيموت ليه يا جماعه؟ لسه قايلين يا جماعه امتى يموت يا جماعه البوليو؟ حد يعرف يا جماعه البوليو؟ الريسبيراتوري، عشان هو ممكن يجيب اي عضله مش بس عضله اللور لمب. بعد كده مع اللابوراتوري قلنا خلصنا منها. بعد يا جماعه الاميونيتي والسستيبيليتي، ام سي كيوات بس، ام سي كيو بس، يعني هنا ام سي كيو بس يا جماعه. الاميونيتي انواع المناعه كلها، لكن الاشهر في مصر السب كلينيكال، عشان ده انفكشن متوطن عندنا وبيعمل كونتاكت كارير وبالتالي يجي سب كلينيكال. الايدج يا جماعه بيحصل في السن الصغير. بص يا حبيبه اي مرض يا جماعه بيحصل في السن الصغير؟ بقى الصغيرين كلهم متطعمين في البلاد المتقدمه، وطريق الاطفال كلها متطعمه، يبقى مين مش متطعم ومناعته قلت بالوقت؟ الكبار. وبالتالي المرض هناك بقى اكثر انتشارا في مين؟ في الكبار. فاسمها ايدج شيفت، اي تطعيم اجباري كده بره، يعني بقى بيحصل للكبار اكتر يا توفي بيحصل للاطفال. في حاجه ساعه هذا الكلام. ثم يا جماعه السكس، قلنا يا جماعه الولاد اللي بيتشلوا اكتر. ثم يا جماعه الجيوغرافيك موجود اوت بريك في اي وقت تيجي في العالم، وقلنا البريفنشن بتاعنا ايه اللي بره السكين فيه. في حاجه صعبه اصلا، فكره البوليو من اطول الموضوعات، تخيلوا بقى الباقي اسهل منه كده يا جماعه. خلصنا، مش همشي بالترتيب بالنسبه لكم، يعني معنى المفروض اخلص الفوت بورن على بعضه؟ لا، هو بتحدد الاول عشان تذاكروا بدري يا جماعه. الحاجه اللي داخل الاول بتحدد يا جماعه، اللي داخل مثلا من الفوت بورن اثنين، دول الاثنين هتحددوا. الراوند اللي فات حددت واحد بس تايفويد، انا اديت من عندي البوليو، يعني ما حددتش بوليو اصلا، انا اديت من عندي زياده البوليو. هناخد بقى يا جماعه البليج واليورو فيبر، هي حددت يورو فيبر بس، انا هزود بليج كمان. هدول بقى في الارثروبود، هدول الارثروبود. يلا نخلص من البليج واليورو فيبر. صفحه ده اخر خالص، اخر جروب خالص، اخر جروب في المنهج خالص. ناخد اليورو فيبر الاول عشان اليورو فيبر رخمه شويه. بس هنبتدي يا جماعه، هنبتدي من صفحه كام؟ هنبتدي من صفحه 30. لا هنبتدي من 30، هنبتدي من 30 ليه؟ عشان اعمل جدول مقارنه مهم. ماشي اتفضل، انا هجيب برضه ميه. لو خلصنا يا جماعه النهارده بليج واليورو فيفر، هتبقى قمه السعاده في الليل كده. هتبقى خلصت اثنين جروبس كده، اثنين جروبس بس في الوش. يا دكتور احنا ان شاء الله نخلص بعدين كمان. ايه؟ هتقع تضرب. ليه؟ ده بقول ان شاء الله نخلص. يا جماعه ممكن اخلص الانفكشن، انتوا عارفين يا جماعه معدلات في طنطا
تمام؟ ست ساعات في اليوم الكبيره دي ارسا سيرتابول. اما يا جماعه في الغابه اللي بيروح يقطع الاشجار في الغابه او يشتغل في الغابه مين؟ طبعا مش رايح يتوسع. يانج ادلت ميل، مش اي حد ميل، يانج ادلت ميل ده اللي بيروح يقطع الاشجار او يصطاد في الغابه. غالبا يا جماعه العجوز ما بيصطادش وغالبا الفيميل ما بتصطادش. في عز بقى انا بقى افتكرها ازاي؟ بص بقى انا بفتكرها ازاي؟ كل نقطه تسلم الثانيه، بما انها جنجل يبقى مانكز، بما انها مانكز يبقى الغابات موجوده فين في العالم؟ دي مهمه جدا، الغابات موجوده في العالم، بما انها ناموسه يبقى طورس، يبقى اذا اللي بيروح الغابه هو اليانج ادلت ميل بس. فهمت يا ابراهيم ولا اقولها تاني؟ كده يا جماعه خدنا يا جماعه الفرق بين الاربن واللول فيفر. هاتوا بقى ناخد المرض من اوله خالص. المقدمه دي مهمه جدا، مهمه جدا في الامتحان. طب ليه فصلتها تاني؟ قلت لو فصلت حاجه ورا يبقى مهمه لوحدها كده. طيب زوفير وفيفر، اما لو سبتها تايهه في النص متجمعه تجمعات التو، يعني المفروض اعمل يا جماعه كان المفروض اعمل في حصه اسيبها موجوده تبع الريزرفوار فانت تشوف تجمعها، اسيبها موجوده تبع السستيبيليتي فتشوف تجمعها. لا انا جمعتها لك في مربع ورا، يعني تجميعه يا ابراهيم عشان ما تتوهش. ناخد بقى يا جماعه الجيرو فيفر. اسمعوا بقى يا جماعه عشان اقول اطمنكم. بص يا زياد الاخر انت عاوز زياد اتصلنا بيكم ولا كان مقفول؟ اه لسه ابراهيم مكلمك يا جماعه. بصوا مثلا ببساطه يلا اسمع زياد بقى عشان دي اهم نقطه. صفحه 28 اليورو فيفر يا جماعه من اولها لغايه البريفنشن مش جايب في الامتحان على ضمانتي مليون في الميه. امال بتقولها ليه؟ اليورو فيفر يا جماعه موضوع واحد بس وعارفين بريفنشن ولا كنترول. اليورو فيفر يعني بريفنشن. هو ما فيهوش الا بريفنشن. هو ما فيهوش الا بريفنشن. هو ما فيهوش الا بريفنشن. هو ما فيهوش اصلا بريفنشن اصلا لو انت خدت بالك. يلا يا جماعه انا اقراها. يلا زياد ما قلناش غير كلمه واحده يا زياد اقول لك بعد ما نخلص دي ان شاء الله. البوزيتيف ايجنت يورو فيفر فيروس ما هوش جاي في الامتحان. وقلت يا زياد قلت يا فاطمه معنى انه مش جاي في الامتحان مش معناها كما احنا بقينا بكتير قوي ثلث ساعه نص ساعه فننجز فيهم ان شاء الله عشان ننجز كام كويس. فمحدش يتكلم بقى لاي سبب. يلا زياد تركيز على الاعلى مستوى. مثلا حد كمان يجاوبني. مثلا حد يجاوب. بص يا جماعه قال لك دي بقى حته الفهم بس يا جماعه. فيسروتروبيك يعني الفهم بس. يعني فيسروتروبيك يا جماعه هذا الفيروس بيحب يشتغل على ايه؟ يلا ومعنى كده ان هذا الفيروس قاتل ولا مش قاتل؟ لا قاتل بدليل انه راح يشتغل على البذره. ممكن يطلع البذره دي ليفر كمان شويه، ممكن يطلع كيدني كمان شويه، ويطلع بلوى سودا. يلا يا جماعه ايه التايبس دي اللي قلناها زياد قبل ما تدخل؟ دي اللي مهمه جدا. دي اول حاجه مهمه جدا. لا مهمه بس جايه ومش جايه. شوف من عندي بقى شوف بقولك يعني انا مزودها من عندي ريسك من عندي احتياطي. اما هو سؤال واحد بس ان موسى يا جماعه بتعمل ايه؟ بتقرص الانكيوبيشن بريد. يا جماعه الانكيوبيشن بريد كام يوم يا جماعه؟ ما تحفظهاش من 3 ل 10 ايام. ما احفظهاش احفظ الانترناشونال. افكركم يا جماعه مين الامراض الدوليه كان 3 لهم انكيوبيشن بريد؟ كانت الكوليرا كام يوم والبليد كام يوم واليورو فيفر في اول المنهج تمام. اللي في اول المنهج اللي هو الفوت بورن في اول المنهج 5 واللي في اخر المنهج بليد واليورو فيفر 6 ايام. خلص الموضوع. طب في واحد رابع يا جماعه اللي عايز يعرفه نفسه كان ليه انكيوبيشن بريد لا السمول بوكس اللي عايز يعرفه نفسه 14 يوم. والريبس كنا معتبرينه انترناشونال. بس عشان ده انيمال. ده انيمال. انا بتكلم عن حاجه الانكيوبيشن بريد ليمان اللي مان ريزرفوار دي مش جايه في الامتحان. انا هقرا بس ونفسي بقى يطلع فيكم ايه تمام حد كده عكر صغير كده تمام دي عارف يسكمها بنفس الطريقه. انا هقراها بس. ايه بقى اللي اقراها؟ وواحد يقول لي التسكيمه بتاعتها عامله ازاي؟ واحد يقول لي 2 او و3 اس و4 بي. ده انا حاجات دي قوي بقولها احتياطي. قال لك الانس السادن يا جماعه الفيفر في فيفر والوكس وودك وماليز في يا جماعه البلس بيكون اقل شويه من الفيفر يعني متوقع ان يكون اعلى. هسكمها هشرحها كمان شويه. قال لك في جوندس يا جماعه. قال لك البريجنوس يا جماعه تعالى نقرا بقى لتحت. قال لك يا جماعه في هيمورجيا وفي هيباتيتس وفي رينال فيلير وهذا المرض بيموت. ايه لا انا بقى اجيب لكم بلسكين. بص يا زياد بلسكين يا جماعه. بص يا جماعه اي نيجا بتشرب في الدنيا هاكل الامتحان اللي راح حاجه. اي نيجا بتشرب في الدنيا راح هاكل الامتحان. دي حاجه دي يا جماعه البرودومه واحده ثلاث بلسك البرودومه فيها فاهم فيما مالوك سويدي وماليز. هات الفيمر وهات من الهرقوس وهات من البرودومه. طب سامع الاسكيم ولا سامع الاسكيم؟ ازاي اعمل كده تاني يا جماعه؟ ده لما سامع الاسكيم المره الجايه هقول كده من الاشاره. لا اكتر اسكيم يا جماعه. اسكيم يا جماعه. اسكيم يا جماعه. اسكيم بتاع كريجا بيتشر. تعالى اتكلم بالراحه بقى في التطبيق اللي اتكلم فيه بالراحه. التطبيق التطبيق يا جماعه فيفر وانا نفسي اوديك واعمل ايزاله. فيفر حي ولا لو ولا ما اعرفش؟ ما نعرفش. لا ده لسه عليكم امبارح الطريقه. اسمه مرض ايه؟ اسمه مرض فيفر. يبقى هاي يبقى هاي يبقى انزل ايه؟ راكد ارزاق ماشي. ثم راح الكاركترستيك يا جماعه الجوندس. الجوندس بس قلت بقى معلومه ما قالهاش في كتابكم كارثيه. اه معلومه في كتابكم. ايه المعلومه اللي قالها في كتابكم؟ فيسرا يبقى بيعمل هيباتيتس. يلا ابراهيم بيعمل هيباتيتس وبيعمل رينال فيلير. يبقى في هنا هيباتيتس اهو. لو ما بصوش لحد لو عايز تكتبها طبعا بصوش ماشي عايز تكتبها هنا ماشي هيباتيتس ماشي ورينا الفيريال ماشي. معلومه بقى مش بتنقل يا جماعه. ده معلومه بقى حتى مع اليورو فيفر والدنجي فيفر والريفت فالي فيفر والايبولا. اسمها ايه في العالم؟ هيموراجيك. هيموراجيك هيموراجيك فيفر. ده هو ده اهم اسم يا جماعه. ده هي كارثه اليورو فيفر الهيموراجيك يا جماعه. على فكره مش اللي مش اللي مش اللي مع ان الهيباتيتس ساعات بيبقى كارثه بس مش كارثه قوي زي الهيموراجيك. وعشان كده اسمها هيموراجيك فيفر. تبقى الهيموراجيك ما تنسيش هيموراجيك فيفر. جبت كل نقطه ما فوتش حرف. هتقولي يا دكتور فوتت الفيداليتي. ما هو بما انه يا جماعه بيعمل هيباتيتس وبيعمل رينال فيلير هيموت. ناقص ايه تاني؟ يعني انتوا لو مشيتوا كده يا ابراهيم الطف بكتير جدا. لو مشيتوا يا جماعه دايما دايما بهذه التقسيمه الطف بكتير جدا. عمرك ما تنساه. بردروما عندي فيها ايه والكاركترستيك فيه ايه عمرك ما تنساه. طب انا جبت الكاركترستيك من ايه يا جماعه؟ من كلمه هيموراج وكلمه فيسرال بس. من كلمه هيموراج وكلمه فيسرال بس عمرك ما تنساه. هي
ماشي جايه في الامتحان. انا انا هو الاوت بريك اه في اوت بريك بيتعرض عندكم في عصر عشر تعرض عندكم لسه ولا لا؟ عن اليورو فيفا عن اليورو فيفا في عن الكوره بس عن اليورو فيفا اليورو فيفا بتاعنا. ماشي يا جماعه اسمعوا لي بقى يا جماعه السؤال بيجي ازاي بقى يا جماعه السؤال بيجي ازاي؟ لحظه بقى لما اقول دي مش مهمه يا حبيبه لما اقول دي مش مهمه اذاكرها ولا ما اذاكرهاش ما اذاكرهاش ليه؟ طب انا هقلق افرض جت سؤال في الامتحان والدكتور ضحك عليا طب انا هكتبها يا جماعه ده طب ليه يا دكتور انا مش عايزك تحفظها كويس بدل ما تصدع نفسك وتلخبطك مع السؤال المهم بالبريفنشن المنهج كبير يا جماعه المنهج بيكبر كل شويه فبالتالي ما تصدعش مع المهم مش جايه في الامتحان الا يجي لك في الامتحان حاجه معروفه دايما نقلب بقى صفحه يا جماعه ابدا اجنوس ما تقراهاش افصل الاورجزم اما اتفرج على مفعول وبفصل الاورجزم يا جماعه افصل الانتيجين نفسه يفصل ايه اعمل بي سي ار ليه ثم يا جماعه سيرولوجي تيست تحليل اي فيروس ابغى تحليل اي فيروس ماشي جاي في الامتحان اللي مهمه احيانا الام سي كيو يا جماعه الاميونيتي وصلت دوره الام سي كيو اسمع بقى قال لك الاميونيتي ما حدش بص في الذاكره لان فيها تركايه انا قاعد في الامتحان مش فاكر حاجه زياد المناعه بتاعت اليورو فيفر يا جماعه مناعه ابسوليوت ولا سوليد يعني ممكن الناس فاكره كلمه ابسوليوت يا فاطمه انه الفتره طويله غلط ابسوليوت سائل لابراهيم امبارح كميه كبيره قال لك الكميه الكبيره لو كانت بعد الفاكسين هتبقى لمده 10 سنين بس لو كانت بعد الانفكشن مدى الحياه ده الفرق الوحيد ان الباكسين يديك 10 سنين اما الانفكشن يدي مدى الحياه لكن الاثنين ابسوليوت يعني 100% يعني لو انت عندك مناعه مستحيل يجيلك المرض دلوقتي ثم يا جماعه رقم 2 يا جماعه قال لك الايج والسكس انظر انواع طب ليه قال لك انظر انواع ما تخش يا جماعه الميل والفيميل لان يا جماعه لو هو كان ايربان يورو فيفر كله لو كان جنجل يورو فيفر يانج ادلت ميل كده خلصنا من دي قلناها زياده قبل ما تدخل لو كان يا جماعه المهنه المهنه يا جماعه انهي نوع اللي مرتبط بالمهنه الجنجل اللي بيروح يشتغلوا في الغابه اللي يشتغل في الغابه ثم يا جماعه انديميك دي بقى بيموت فيها في الكليه ومش في الكتاب اينما كان اليورو فيفر في العالم في امريكا اللاتينيه وسنترال افريقيا اشمعنى امريكا اشمعنى امريكا اللاتينيه وسنترال افريقيا عشان الغابات لازم بقى ومنهم مصر ومنهم الغابات لا هي الغابات يا قرود ما الغابات يا جبل ايه عشان فيها شجر تيجي اسمها جنينه تمام اللي ما فيهاش قرود اسمها جنينه اما قبل فيها غابات بس ما فيهاش قرود ما عنديش معلومه دي يا ابراهيم بس في حد روسي الروس عندهم قرود في روسيا ما عندهمش انا اعرف ماشي يا ابراهيم ماشي بس هي مش القضيه دي يعني في حاجات ثانيه غير القرود يعني ممكن تبقى حضارة ولا ما اعرفش غابات قد ايه يعني الغابه دي غابه يعني ده افريقيا وامريكا ما اعرفش اصلا روسيا فيها غابات اصلا ولا لا قال يا جماعه موجوده في العالم في اللي عايز اعرفه يا جماعه عايز اعرفها ما بين يا جماعه نفسه لنفسه لو جاب لك سؤال طبعا ده بعض ده بعض ده بعض يا جماعه بعض يا جماعه بعض البعض الجامعات تجيب لك يبقى تجيب لك صوره لخرايط وتقول لك المرض ده منتشر فين مرضين اثنين يا جماعه لهم خريطتين في العالم يعني مرضين اثنين عايز اعرفهم نفسه منين جاي تسويله فيه المنجاس يا جماعه في افريقيا الوسطى من اول اثيوبيا لغايه السنغال عايز اعرف نفسه ده اللي عايز اعرف نفسه مش هيجي لك طبعا المستوى ده في اصغر عين من اول اثيوبيا لغايه السنغال ده افريقيا الوسطى كده خط في النص ده بتاع المينينجايتس بس اما اليورو فيفر نفس الخط بس هيزود عليهم امريكا الجنوبيه وامريكا ايه الوسطى يعني من اول المكسيك لغايه امريكا الجنوبيه كلها تمام دي كلها يا جماعه المنطقه بتاعه اليورو فيفر في العالم في حاجه صعبه كده هذا الكلام ده اسمه انديميك ابيديميك بيلت الحزام المنطقه بتاعه اليورو فيفر كل ده مش جاب امتحان سؤال النظري الوحيد في اليورو فيفر يا جماعه البريفنشن كله بقى يرفع راسه عشان ده مهم جدا وعشان خاطر يبقى حدش يبص المذكره لانه لو الفناه يا جماعه خلص الموضوع على فكره يا جماعه دقه كل ما ندخل على جروب جديده تبقى لها طريقه تفكير جديده يا جماعه اي بريفنشن بتدونا مع بعض عندي يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم جنرال بريفنشن يا جماعه ها وسبيسيفيك بريفنشن احتمال ازود انترناشونال احتمال لا لان ده من الامراض الدوليه ازود انترناشونال وعلى فكره يا جماعه لو جابوا سؤال في الامتحان جايبه عشان خاطر عيون الانترناشونال شو عارفين لان ده الانترناشونال الوحيد اللي لسه بيتعمل في مصر في العالم كله بيعمل بعنايه جامده جدا وفي مصر بعنايه مش في العالم كله في مصر بعنايه جامده جدا ده رقم واحد الناموسه اه طبعا في مصر يا جماعه بعنايه جامده جدا ده رقم واحد رقم اتنين يا جماعه ده اكبر واحد في الكتاب يلا بقى يا جماعه الجنرال بريفنشن ناكد عليه عشان في مقلب بصوا بقى يا جماعه اول حاجه هيلث اديوكيشن ثاني حاجه يا جماعه هيلث بروموشن بعد كده سوشيو ايكونوميك ديفلوبمنت وبتنسوا الانفايرمنت سانيتيشن طب تيجي ندرب في الارسل وود ينفع لهم كام واحده من الغابات ينفع لهم ترش غابات 7 او 8 الاول واحده واحده كنترول في موسكيتو والناموسة وكنترول في انيمال ريزرفوار بس تعمل ايه كنترول في انيمال هنا اصلا انيمال مش قادر ان عليكها ولا موتها ده قرود تعمل قضاء على القرود في الغابه ضد حقوق القرود وبناء عليها ضد حقوق القرود ضد حقوق القرود يعني نضع القرود ضد حقوق القرود وبناء عليها الرجل او البلاد الصوت فطري في الغابه نعلقه على الشجره كل ما يطلع له القرد ياخد الموز او اسمها ايه كوانتيت كارانتين ميجرز اه لسه هتكلم عن الكارانتين ديت انترناشونال وبالتالي هتكلم على كنترول في موسكيتو بس اعمل ايه للناموس اسيطر على الناموس ازاي هنتكلم عليها دلوقتي كمان شويه صغيرين خلاص كده ناخد بقى معلش سبيسيفيك يا جماعه انا هغلط يا جماعه يلا مقلب يا تقل مقلب مهم قوي 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 يا جماعه يا ابراهيم مقلب مهم جدا قلت لكم مره زمان قال سبيسيفيك مع اكتب ده مقلب مهم جدا اكتب واسيو ويجي سؤال في الامتحان ولا اكتب وكيم ولا ما اعرفش ده فيروس ملوش ايه ملوش ايه ولا ايه تعرف مين في الدنيا جاله مرض دولي زي ده عند الانتيبادي تعرف مين في مصر يا جماعه جاله المرض ده عشان نجيب منه انسيرو اللي انا كنت لحظه 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 لا
اللي انا كنت مديله الطيارين حاجه اقول له اديني الاسئله. ايوه ايوه بس ده عدد قليل جدا رهيب، ده طيارين بس. يبقى الراجل يعني شغال طيار وشغال يتبرع بالطيارين. وبالتالي مع عدد قليل جدا، وبالتالي مع اي مرض دولي، لحظه مع اي مرض دولي مش واجب زي ما اي مرض دولي مالوش انتي بادي، انت مش عارف حد، لان المرض نادر جدا، يبقى اكتف بس. يلا يبقى البليج يا جماعه نفس الفكره. يلا يلا نفس الفكره دلوقتي. البليج المرض الدولي يا جماعه، اكتب وسيل ولا اكتب وكيم ولا عرفت تكتب سؤال في الامتحان يا جماعه؟ ما ينفعش سيرو، يبقى اكتب وكيم وغصب عنك عشان دي بكتيريا. طب ليه يا دكتور ما قلتش اكتب وكيم عشان ده فيروس تاني؟ لا لا شوف لفه عامله ازاي، بص لفه عامله ازاي. ايوه اي مرض دولي عموما، ايوه عشان الناس بس الناس تستوعب بس، اي مرض دولي يا توقع ما فيش اكتب وسيل، ما فيش حد اصلا جاله المرض عشان يبقى عنده انتي بادي، يبقى اكتب وايه؟ وكيمو. لكن ده فيروس يبقى غصب عني اكتب بس لانه مش كيمو كمان. يعني البليج اكتب وكيم، يعني كل اللي اكتب وكيم عرفت تعرفها انت عليه ازاي؟ يبقى اليورو فيبر اكتب بس. طب اشمعنى يا جماعه هي زي بقيه الامراض الدوليه اكتب وكيمو ليه؟ اصل فيروس ملوش كيم، يبقى غصب عني اكتب بس. يبقى السبيسيفيك اكتب الباكسين بتاعه بس. طب ليه ثم الانترناشونال اكتب ايه التفاصيل صدر زياده؟ ليه مثلا اشرح حيوان وهو زنود؟ ما احنا قلنا يا جماعه احنا في البابليك، ما احنا بتوع تجارب، دي تجارب اسمها دي تجارب علميه، يعني عشان نعمل ابحاث والكلام ده بناخد كميه قليله. اما انت في البابليك عايز ناس، وطالما عايز ناس يبقى لازم تبقى موجوده طبيعيا، مش تجربه احنا عاملينها. ده ابراهيم قال لك اول السنه السؤال ده. ناخد بقى جماعه واحده واحده يا جماعه. قال لك يلا تقعد معايا بقى. قال لك الجنرال بريفيشن سكيم زائد سيطر على الموسكيتو ماشي. قال لك ولكن في الغابه مش عملي. ليه في الغابه مش عملي؟ يعني ندوش ناموس الغابه ازاي؟ وقلت لي بقى نجيب طيارات في الافلام نعمل كده، لكن عمليه يا جماعه كل يوم هنطلع طياره يرش ناموس الغابه؟ فبالتالي مش عملي. ثم يا جماعه بعد كده يا جماعه ايه بقى تجميع الناموس الاولى في الاخر اللي بيسيبوا معاه بالباكسين بس يا جماعه؟ مفيش اهو، بصوا يا الباكسين كله سكيم عدد واحده، انا هقولها واحد يلا جيب لي يا جماعه. نوع لايفه التنويت زي اي باكسين. قال لك بيتاخد نص ملي زي اي باكسين، سنجل دوز زي اي باكسين، او نطور سكيم سبكوتينيوس، كل الباكسينات انترا ماسكولا ده سبكوتينيوس. على فكره معاك انترا ماسكولا هناك كان هعمل عليها مفكر بس خليها مش دلوقتي. ثم بقى لما اشوف الناس هلاحظها ولا هذا الباكسين بيشتغل بعد 10 ايام لمده 10 سنين، مهمه جدا. الباكسين ده يا جماعه بيشتغل بعد 10 ايام لمده 10 سنين. الجلوكوشا ما بيتاخدش اثناء الحمل عشان لايفه التنويت. انا عايز تو قبل لك جواب يا جماعه. هذا الباكسين ده اجباري كومبلسوري ولا هاي ريسك اكتر ناس محتاجينه؟ اه مين بقى الهاي ريسك؟ شغال وساكن ومسافر. تعالى نجيبها بقى. ترابلر مسافر للمناطق بتاع اليورو فيبر، ده اهم نقطه فيهم اصلا. دي اهم نقطه اللي عندك رقم كام؟ رقم واحد. رقم اثنين شغال، شغال في الغابه ادرس له كبير شغال. رقم ثلاثه ساكن منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او نصحت انه يكون تطعيم اجباري في الدول دي. يعني دول الحزام بتاعها عشان لازم نعرف الحزام، يعني المفروض مع دول افريقيا وامريكا الجنوبيه يا ابراهيم تطعم بيه اطفالها زي الدي بي تي عندنا وزي الميسز عندنا وزي الحاجات دي عندنا. دي ساكن، ما دي ساكن، ما دي ساكن. هو قال لك العالم كله ولا قال لك الاطفال في المنطقه الانديميك؟ يعني دي ساكن يا جماعه. ما دي ساكن بس قايلها في نصها تاني. فاحنا صعب كده؟ ايه اللي بره السكيم يا جماعه؟ تخيلوا، تخيلوا يا جماعه كنت سؤال في الامتحان 1000 مره 1000 مره امسكوا يا جماعه اسمه. بيتاخد من استيرين اسمها 17 دي، ده اسم ده مهم جدا، ده جت عندهم الناس بتيجي كتير جدا. كانت حتى كنا في المايكرو السنه اللي فاتت شطبوه معاه 17 اه ده ما قلتوش كل حاجه دي بس كيو تمام. ما برضه ما اعرفش ليه، يعني انا نفسي اعرف برضه ليه تمام. في ناس ولا اسم مميز يعني ده اسم استيرين ولا حاجه مميزه واسم عالم اخترعه. طب ولا فاكسين جديد يا جماعه؟ ناخد الانترناشونال، معانا ناخد بقى الانترناشونال ببساطه. انا هجيب الانترناشونال دول اللي هيجاوب عليا يا جماعه. هم ثلاث اسئله بس انا هجيب دول وجاوب عليهم. طب يا جماعه اول سؤال، اكتب يا جماعه انترناشونال بريفنشن ولا مفيش سيرته في المرض ده؟ اكتب طبعا. اكتب بناء على ايه؟ عرفت عشان واحد من الامراض الدوليه. اكتب تحت يا جماعه عشان نمنع دخول المرض. يلا يا جماعه فاكرينها يا جماعه المنطقه الانديميك؟ احنا كنا شرحت كله قبل كده. المنطقه الانديميك المنطقه الفري ولا الريسبتور؟ لا المنطقه الريسبتور. ما تعريف المنطقه الريسبتور اللي فيها اللي فيها الفيكتور الناموسه ومستنيين واحد برازيلي يدخل عنده الفيروس مو الفيروس. اما فرنسا لا عندها الفيكتور ولا عندها الفيروس وبالتالي يدخل البرازيلي اهلا وسهلا. ما عندناش ناموسه تورطها. فاكر الكلام ده ولا لا؟ ده مش سؤال في الامتحان. السؤال الثاني واحد يلا يا فاطمه. فاطمه السؤال الثاني مين؟ مين يا جماعه؟ لمين يا جماعه اللي بعمل له الاجراءات الاثنين للقرود اللي لسه حبيبي قايلها مانكيز يا جماعه والضرب ضرب من زياده بالقرود بعمل لك بقى كرامتين ميجر وخلاص. تعالى بقى ناخد بقى. بص يا غاده، غاده تعالى ناخد القصه بتاعه الرابلر المسافر. المسافر كنت بعمل له معاك ثلاث حاجات بطلب منه شهاده فاكسينيشن. الشهاده معاها عليها ثلاث جمل. اول حاجه الشهاده دي بتبقى بعد قد ايه؟ بعد 10 ايام. اتفضل قد ايه؟ 10 سنين. السؤال بقى المهم، لو واحد معهوش شهاده بعمل له ايه؟ بحطه في فاطمه. اعزله. اعزله قد ايه؟ 6 الريجوش قد ايه؟ 6 ايام. لو واحد لسه يا جماعه متطعم بقى له 8 احبسه قد ايه؟ يومين لغايه ما يكمل البريد كومبليت البريد. يا اما 6. لا سيبك انا كاتب لك جمله حلوه اصلا. ليه؟ تمشي على كوفيد ماكسيمم. الماكسيمم انكيوبيشن بريد وخلاص. يعني ساعه ما كده جبت الواحد يطلع فيه يطلع بره السكيمين اللي بره السكيم سطرين. سطر يا جماعه حولوا سكيم عامل ايه؟ اي مرض دولي زود الجمله دي يا جماعه معايا. اي انترناشونال بريمشن يا جماعه زود الجمله دي. بلغ منظمه الصحه العالميه عشان يعملوا حسابهم اللي كان زمان عاملين حسابنا ان السودان اللي فيها المرض ان اثيوبيا اللي فيها المرض يعملوا حسابهم في مصر كمان.
يبقى لازم اكتب نوتيفيكيشن تو WHO اي مرض دولي لازم انا ببلغ في المطار. ايه لا احنا ببلغ منظمه الصحه العالميه مش عنه ان احنا عندنا المرض خلاص فيعرفوا ان المرض ده خلينا لو دخل المرض يعني مش على واحد ابلغ على الواحد اللي جايبه كمان ابلغ كمان منظمه الصحه العالميه مش بلغ منظمه الصحه يعني ابلغ منظمه الصحه العالميه ان احنا عندنا واحد هنشوفه في المطار عشان يعملوا حسابهم طبعا لو المرض ينتشر افرض احنا عاملين هاكس كده كله على الورق بس منظمه الصحه العالميه تابعنا شتحن العالم مننا ما يفرض انت حبسه في المطار اوانطه تمام يبقى بجد اديكم مثلا يا جماعه اديكم مثلا على فكره يا جماعه 90% من هذه الامراض بتيجي ناس غنيه جدا وناس راقيه جدا وبيبقى الحبس اوانطه اديك مثلا النادي الاهلي لما راح يا جماعه من حوالي 5 6 سنين وكانوا شاكين في الملاريا عنده في تقريبا نيجيريا حبسوه في المطار الجرايد المصري عمل ضغط بعد ربع ساعه طلع بعد كده المريض اتحبس 6 ايام و7 ايام وما اتحبس يعني في ناس كتير مش حابس بلازم ورقه من الصحه العالميه نوتيفيكيشن يا جماعه يبقى مفيش معنى نوتيفيكيشن تتحول لسكيم هيطلع بره سكيم حاجه واحده يا جماعه نعمل ايه يا جماعه في الطيارات نرشها ليكون جاي مع الطياره ناموسه طب ليه يا جماعه قال الطياره ما قالش السفينه هيقول هناك السفينه ناموسه ايه اللي هتيجي في السفينه بتستحمل هذه المزمات والبلاد لكن تيجي جوه الطياره عادي منطقيه مكان مقفول ومكان ايه ناموسه مش هتموت فيه في الطريق يبقى يا جماعه نرش الطيارات عشان ما يكونش فيها ايه ناموسه السطر الوحيد اللي بره السكيم في الانترناشونال بريفنشن نقلب بقى صفحه الصفحه دي بقى عندك عنوانين يا جماعه عشان العنوان غبي قوي يا ابراهيم يا ابراهيم عندك عنوانين ايه بقى العنوان الاول يا جماعه ليه مصر محميه باليورو فيبا ليه ايه الطريق ايه الميكانيزم نعم ايه اللي يخلي مصر مفيش يورو فيبا ما عندناش لا يا انت متخيل يا جماعه ما عندناش جانجلز ولا قرود طب السؤال ده انت متخيل يا جماعه انتوا متخيلين لا 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 عندنا اوراداتي امال مين بتعرفين مجربين اللي بيستورد ايه مين هيستورد ايه مصر اوراداتي وعندنا ورديه كتير جدا في مصر يا جماعه السؤال طبعا مش ورديه مع ورديه اللي عايز بقى ايه ورديه رمز يعني نصابين يعني عندنا نصابين كتير في مصر يا جماعه بس في سؤال اهم قبل اللي وصلك ده في سؤال تاني بقى اهم لا يا اخي خلي يا جماعه انت ما دخلش عندك يا ابراهيم ربنا يشيلك يعني انت دخلت عندك يا ابراهيم 10000 واحد افريقي وبرازيلي يقول لك ربنا يشيلك ما دخلش عندك 10000 واحد امريكي وبرازيلي ممكن عندهم المرض واحنا في دوله اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا شرفتنا مش هده انت بتخيل حد بجد الحاجات دي في المطار وبالتالي ما دخلوه طب ازاي دخلوا ما عدوناش ده سؤال ازاي ده ايه لا احنا عندنا مرض يا جماعه هذا المرض ليه كروس ايميونتي مع اليورو فيفا المرض ده مرض بتاعنا ليه نفس فكره الفيروس بالظبط وبالتالي عندنا مناعه ضده هي دي الفكره ببساطه وبالتالي دي فكره يا جماعه اي سؤال ولي ولاي في مصر على رابع واضح بيقول لك ايه بقى مصر انتوا كتبوا حاجه كده انتوا كتبوا حاجه كده قال لك بقى اليورو فيفا مش موجود في مصر يا جماعه قال لك عشان اليورو فيبر يا جماعه قال لك بالرغم انها منتشر ناموسه عندنا قال لك يا جماعه التفسير ليه عشان في كروس اميونيتي على السطر الثاني اهو بص السطر الثاني اهو يا جماعه انتوا جايبين البريميش ولا لسه جايبين صفحه اللي بص يا جماعه في الكنترول يا جماعه صفحه 36 قال لك ايه بقى التفسير بقى قال لك عشان في كروس اميونيتي ما بين يا جماعه فيروس هذا الفيروس يا جماعه بيعمل بقى ويست نايل ودينجي فيبر كله بركز معايا مع ان دي يعني رخمه قوي ايه بقى الويست نايل فيبر دي يا جماعه اشرحها لك تحت بقى ده نوع من انواع الانكيفالايتس بيحصل في الفيروس الريزرفوار بتاعه بيرتس بيتنقل بناموسه اسمها فيوركس ناموسه ثانيه احنا بنقول لك ناموسه ثانيه هو شبه الفيروس بس مختلف عن ناموسه شبه الفيروس طبعا عن المود الترانسفير مايت بلوت ترانسفيوجن ويتنقل اثناء الحمل ويتنقل عبر الجلد قال لك كلينيكال بيكشر بتاعته ما تقراهاش اسيمبتوماتيك والسيمبتوماتيك بتاعه يا جماعه ده فيبر بسيطه وجسمه وجعه قال لك الاميونيتي دي اللي تهمني بقى يا جماعه بيدي اميونيتي بتحمي اليورو اللي الغدا كله دش مش عايز زي جرس اسود ضربتين او ضربه يعني ايه تفسير عشان بس اسم المرض يعني اللي عايز بقى كلينيكال بيكشر ولا عايز الكلام ده كله عايز اسم المرض للتفسير بس يا يعني عكس تفسير الله يدرى من انواع الانكيفاليتس موجود في مصر فيروس معين بيحمي من اليورو فيفر في كروس ايميونيتي مع اليورو فيفر فاحنا صعب نعمل الكلام ادي اليورو فيفر ببساطه اليورو فيفر ما فيهاش غير الموضوع اللي قلته تعالوا بقى على اليمين عشان المره الجايه بخلصه وعزم على الشمال وبخلصت خلاص ايه بقى يا جماعه كنترول في موسكيتو الناموس نعمل ايه عشان نرد عليه الكلام بقى جرايد بقى يعني نرد على الناموس ازاي الهيلث اوفيس يطلع عربيات ترش الناموس اللي رقم كام عندك طبعا بص بقى ايراديكيشن اوف ادلت موسكيتو دي اللي هو رش ناموس على المستنقعات المستنقعات عشان اللارفه بتاعتها ماشي طب نعمل ايه يا جماعه اللي اول واحده كمان مستنقعات اللي هو بريدنج سايكل واماكن اماكن التكاثر ثم هيومن بروتكشن لحظه نحمي الانسان ازاي بكم طريقه تحط شبك على شبك على الشباك اللي هو سكريننج ونرش اوف قبل ما نرش يا جماعه اي حاجه اللي هو طارد الناموس ماشي رقم 2 عندك رقم 3 ناموسيه دي انتهت من الدنيا بس كاتبينها يا جماعه اللي هو بيت نت ناموسيه على السرير مكتوبه والله ثم رقم 4 يلبس هدوم يغطي كل جسمه لو هو ما عندوش ناموسيه ما عندوش الحاجات دي كلها طب ما الهدوم اغلى يغطي كل حاجه بيجي رقم 5 دي ما تحصلش ابدا يا جماعه ولا في امريكا نفسها يعمل ايه يا جماعه لحظه والله ابويد جونج او دورس لا 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 ده جديد طبعا مش دي الكاس بقى بص يا جماعه ادي الانيمال هو يا جماعه اللي عنده المرض بص يا جماعه ساعات الانيمال اللي عنده المرض بص يا جماعه اللي هو الجرود في الغالب وادي يا جماعه الانسان اللي هيترس
حط يا جماعه بارير في الطريق، بنحط يا جماعه شجر في الطريق، طبعا ده دول متقدمه قوي، يزرعوا شجر معين في الطريق اسمه بارير ما بين الانسان ما بين القرد وبين الانسان، لو الناموسه قرصت دولات هنا النمفيل الشجر بيجذب الناموس تمام، والناموس يبقى عليه ده بارير ما يوصلش للانسان. في اشجار زينه معينه بتطلع روائح معينه بتمنع في الناموس، دي حاجه طبعا يعني بنعمل الاول الناموسيه اللي بنعمل يعني حاطط الناموسيه يعني لو ربنا اللي كتبوا الكتاب ده جايين من كوكب زمرد بتاع سبيس تون ادي البارير يا جميل ادي البارير. هو لو جالي كونتاكت وهو ماشي كونتاكت وكل حاجه ودخل المطار ما معهوش سيرتيفيكت تعرف الانتجريشن بيريد، ما هو ده كتير منهم ما بيبقاش سيرتيفيكت اصلا. لا غلط 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 غلط، الانسان لن يعدي الا هو كيس، يبقى معنى انه ما ظهرش عليه عرض يبقى ما تعداش. طيب ما ممكن يبقى كارير ويعني ما فيش كارير، ما انت خدتش بالك من اول موضوع ما فيش كارير بيقول فيه بقى الارزبوت ما نقول لك كيس، ما كنت بره ساعتها كل الارزبوت ما نقول لك كيس، ما هوش كارير اصلا يعني ما فيش واحد كارير تمام. نعم يا جماعه قال لك الكنترول بقى بتاع البرغيتش المره الجايه الكويره عشان نخلص منها. لا اصلا زي الموسيقى بالظبط زي بالظبط، ما اعرفش الساعه كام اصلا، الساعه 10 نخش في البليك بامانه هننجز. طب خلاص ما هنخلص حته صغيره ماشي، هنخلص حته صغيره اهي نعمل بقى على البرغيث يا جماعه برضه نفس الفكره انسكت سايد عشان نضع على البرغيث بقى يا جماعه نستخدم طار برضه طار للبرغيث. اخر حاجه معاه نحمي الكلاب دي برضه غريبه، ونحمي الكلاب والقطط من البرغيث عشان ما تجيناش احنا برغيث. ثم يا جماعه نعمل ايه بقى للفرامز، نستخدم برضه قاتل الفران ريد بروف بيلدنج، يعني مباني تبقى مضاده للفران ما فيهاش خشب عشان ما يبقاش مستخبي فيها بار بقى يا جماعه، نحمي الاكل من الفران تمام، ونحمي الزباله عشان ما تتكسرش فيها. هو عايز يقول لك ايه عشان ما تتكسرش فيها اصلا، مش تحطه في بالك ايه جاب الفران للاكل، يعني قصدي ما تحطش اكل عشان الفار ما يقربش الاكل وبالتالي الفار يعيش في المنطقه دي، ونفس الكلام على الزباله. بقى يا جماعه قال لك بقى الشيبس السفن يا جماعه اي كونتينر جاي على السفينه بنبخه بالرودنتسايد ماشي، بس هو بيتكلم هنا بقى على كميات كبيره يعني الزباله فممكن يتكسر كميات كبيره من الفران جوه الزباله. بقى يا جماعه قال لك بقى نعمل دراسات يا جماعه عشان نشوف الفران عندنا تمام مليانه امراض ايه ومش مليانه امراض ايه، لان ممكن في الاخر ما يبقاش فيها بليك اصلا. ليه بقى صح ناخد بقى البليك، اخد شويه من البليك، اخد شويه من البليك ماشي. هدول يا جماعه البليك ايه ما احنا علمنا، لا احنا علمنا وانت علمت يا احنا علمنا خلاص دي بس سيبه صفي دي ما عشان ما يمشي البليك، البليك ناخد البليك وبعدين ناخد البليك مع البليك مع يلا نبتدي من الريزرفوار مهم جدا، الريزرفوار بتاع البليك مهم جدا يلا دول عشان فيها موضوع لذيذ قوي في الريزرفوار بتاع البليك. يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم ايه رايكم يا جماعه هو مين الريزرفوار بتاع البليك يا جماعه؟ انا همشي بالسكيم يا فاطمه وشوف السكيم هيبقى صح ولا كده بلا صح. اي ريزرفوار في الدنيا يلا عشان دي فيها مالك، اي ريزرفوار في الدنيا مال واحتمال ازود انيمال واحتمال لا، انت زود انيمال يلا يا حبيبي بقول سكيم بسرعه اللي بقوله بسرعه على سكيم، انت زود انيمال في الزينوس هل هزر مرض زينوس؟ طبعا طبعا طبعا. بصوا يا جماعه قاعده في حياتكم، بصوا يا جماعه قاعده في حياتكم، معظم الارثروبوت زينوس يبقى الا يا جماعه ايربانيولو فيفر والا طبعا دينج مش عليهم ملاريا، يبقى ايربانيولو فيفر وملاريا الا ايربانيولو فيفر وملاريا الباقي كله يا جماعه زينوس. يا جماعه يبقى عندي مال وازود انيمال، هنا كاتب انيمال ولا مش كاتب انيمال؟ في ريزرفوار كاتب انيمال ولا مش كاتب؟ الريزرفوار يا جماعه قولوا يردوا عليا يا جماعه، كاتب انيمال ولا مش كاتب؟ كاتب مان ولا مش كاتب؟ لا مش كاتب. مين الاصح يا جماعه انا ولا الكتاب؟ انا عشان يمونك بليك. طب هو هيكتبها تحت دلوقتي ليه؟ يبقى يا جماعه طب هو ما كتبهاش ليه؟ هو كتبهاش يا جماعه تحت منطق بيقول ان الحاجه الرير اللي مش منتشره قوي بنتجاهلها لكن موجوده. فانا لو في الامتحان كتبت له يا جماعه في ايمان ان يمونك بليك وهيكتبها تحت دلوقتي حالا. يعني انا اكتب له مان بس رير نادر في يمونك بليك. نغباء ايه يا جماعه الانيمال يا جماعه اسم الانيمال يا جماعه رودنت الفران لحظه دي بقى مهمه قوي دي اللي كاتبها بالعربي دي مهمه قوي. ايه رايك يا تقال البرغوت لو قدامه؟ طب انا مره كتبت في العكريات جمله انا مرات شخصيا معترض عليها، ايه بقى الجمله؟ يقول لك لا انت جايبها منين المنطق ده يا جماعه؟ بقول لك ان محدش يا جماعه يتقرف من حد، عارفين ليه؟ لان يا جماعه ممكن تبقى انت المعروف منه هو اللي معروف منك. ايه الدليل؟ ان الصرصار يا جماعه لما يحتك بالانسان يروح ينظف نفسه. الصرصار لما بيحتاج الانسان يروح ينظف نفسه، انا احتكيت بحاجه وحشه قوي ازاي احتكت بهذا الكائن اللي مش نظيف ده صرصار؟ لحظه يا جماعه يعني وجهه نظر واحنا مش نضاف. نفس الفكره يا جماعه البرغوت لو قدامه فار وقدامه انسان يحب مين اكتر؟ الفار. يحب الفار. امتى يا جماعه يهاجم الانسان؟ لو الفران خلصت خلاص بقى ما فيش غيره بقى اهو اخر واحد في الدنيا. لو الفران مات يا جماعه يبقى البرغوت يروح للانسان بعد موت حبيبه الاولاني. هحكي لك القصه دي ازاي بقى بالانجليزي. بص قال لك يا جماعه أن المرض لما يبقى انزوتك غير لما يبقى ايبيزوتك. مين فاكر انزوتك يعني ايبيزوتك يعني ايه؟ انزوتك متوطن في الحيوان، ايبيزوتك وباء في الحيوان. لحظة متوطن يعني مش عدد كبير. طالما مش عدد كبير يا جماعة يبقى فران كتيرة ماتت ولا فران قليلة؟ مش عدد كبير في الفران، مش عدد كبير في الفران، يبقى فران كتيرة ماتت ولا قليلة؟ قليلة، وبالتالي لسه الفران تسع البراغيت موجودة. فيبقى الهيومن ريسك لو شوف اللفة عاملة ازاي؟ يعني ايه يا ابراهيم؟ يعني معنى ان هو لسه متوطن في دي اهم جمله يا جماعه دي هحط فيها وقت يا توت. معنى ان هو لسه متوطن يا جماعه متوطن في الفران يعني معناه ما صابش عدد كبير من الفران. طب بصوا بعدها هتوضح لكم اللي قبلها. قال لك المرض لما يبقى ايبيزوتك في الفران يبقى منتشر.
فيران كتيره هتموت، يبقى باقي فيران يا جماعه قد ايه يا جماعه في الدنيا؟ قليله. يبقى البراغيث زحمة على الفيران، تبتدي البراغيث تسيب الفيران وتهاجم الانسان. تعالى يا رابع، قال لك لما يبقى ايبيزوتيك فهتزيد المورتاليتي، نسبه الوفاه عند الفيران، فلما تزيد نسبه الوفاه عند الفيران البراغيث هتليب، هتسيب الفار الميت وتهاجم الانسان. اللفه دي كلها يا جماعه عشان هدف واحد بس. هتعرف ايه كمان الحصه الجايه يا جماعه؟ هقول لك في اخر الحصه يا ابراهيم نعمل كنترول لمين الاول، للفيران ولا البراغيث؟ الفيران الاول. يعني موت مين الاول، موت الفار ولا موت البراغيث الاول؟ لو موت الفيران الاول البراغيث مش هتلاقي حد يهاجم الانسان، يبقى موت البراغيث. اللفه دي كلها عشان نقول لك صغيره ايه لما اخذ حموت البراغيث بالسكسايد ابراهيم. طب ما دي هتموت الفيران. لا ده تاني رودن سايد، انت عايز تقول لي ده يموت ده؟ ده كائن محترم كده يستحمل، لكن ده كائن ما يستحملش. طب اذا كان البرغوث بيعيش جوه الفار، يعني بيعيش على السطح، يعني انت انت جربت يا ابراهيم، انت جربت لما ترش ناموس في البيت يموت الفيران في البيت؟ انا ما عندناش، مش عارف، مش انت يعني في اي حته في الدنيا يعني هتموت النباتات اللي في البيت؟ لا بس ما بيقدامي يموتش كل حاجه. ماشي يلا يا جماعه. قال يا جماعه انزوتك وايه بيزوتك. اخر حاجه بقى بقول لك بقى، في حاجه اسمها بي اندكس. بي اندكس يا جماعه، طبعا يا جماعه دي حامله زي البشر، حاجه اسمها كيرونس اندكس عند البشر، معدل ازدحام. ايه معدل ازدحام عند البشر؟ افريج نمبر اوف انديفيديوال بالروم، يعني كم واحد عايش جوه الاوضه. عارف نفس الفكره. قال لك البراغيث لما تبقى زحمه اسمها انكريز دي فلي اندكس، يعني البراغيث لما تبقى زحمه على الفار يعني كتير. شوف لفه ازاي، طب دي يا جماعه زحمه زادت يعني. طب قال لك يا جماعه معناها ايه؟ قال لك ده ماركر، دي علامه تقول لك ان الوباء قرب يحصل. لما الفلي اندكس يزيد ده معناه يا جماعه ان كل فار شايل له 100 برغوت، فالبراغيث بقى بتغير من بعض. لا احنا نسيب الفار ده ونروح ندور بقى على ايه، على كائن تاني، عشان كتروا على الفار، عشان كتروا على الفار. ده معناه الفلي اندكس زاد. هي نفس العنوان اللي فوق اللي قبله. العربي بتاع يا جماعه على فكره جاب الموضوع كله، عارفين ايه الجمله اللي بالعربي دي يا جماعه جابت الموضوع كله؟ البرغوث تمام يروح لحبيبه، يروح للانسان بعد موت حبيبه الاولاني الفار. انا لا حبيبه، لا حبيبه الاولاني تمام. يلا حبيبه بتيل مربوطه، هو غلط اسمك. تمام بتيل مربوطه. يلا يا جماعه واحده يا جماعه. قال لك الفيكتور بقى الحشره، يلا عشان دي مهمه جدا. الحشره يا جماعه برغوث ولا ناموسه؟ نعم برغوث ولا ناموسه يا جماعه الفيران؟ ها برغوث. بص انا عايز اقول برغوث فيه يا جماعه الجي اي تي بتاعته عامله ازاي، دي مهمه جدا. فيها حته ضيقه اسمها بروف فينتريكولاس، الحته الضيقه دي بقى مهمه قوي. الرسمه الصغيره دي يعني ايه؟ حته ده في جي اي تي. فلو قرص يا جماعه لحظه، لو قرص الانسان وخد البكتيريا بتاعه البريج، هو البكتيريا يا جماعه اكسترا سيلولر ولا انترا سيلولر؟ جوه الخليه ولا براها؟ البكتيريا. البكتيريا عموما اكسترا سيلولر ولا انترا سيلولر؟ اكسترا سيلولر ده بيعيش بره الخليه، وبناء عليه يا جماعه يبقى هيتكسر بره الخلايا. يا جماعه هيتكسر بره الخلايا، لما يتكسر بره الخلايا هيسد الحته دي. دي حته يا جماعه الفرق بينه وبين الاندميك تايفس، عايز اعرفه نفسه الفرق يا جماعه بينها وبين ايه؟ اسف الاندميك، الاندميك تايفس ان يا جماعه الثاني جوه الخليه وبالتالي ما بيسدش اليوم، ما بيسدش الحته دي. يا جماعه لا، طب لو سد الحته دي يبقى البرغوث الحل الوحيد يقرص، لو ما سدتش ممكن ينزل في الانفيسس بتاعه على السكيب. تاني البرغوث بيعدي بطريقين اثنين، يا اما لو دي ما تسددش ينزل في الانفيسس بتاعه على السكيب فيعدي يجيب ليه. لو دي اتسدت يبقى الحل الوحيد بايتنج يقرص. بقيه الامراض مش كده يا جماعه، عشان الحته الضيقه اللي موجوده الحته الصغيره بتجيب انتريجلاس. تاني حاجه نيومونيك بليك بدروب انفكشن. يبقى بقى يبقى يا جماعه بيعدي ازاي؟ الفكره ببساطه قال لك البرغوت يا جماعه هيعمل ايه هذا البرغوت؟ اه بدا من الاول بجمله حلوه الاول، البرغوت وسيله. يلا حد يقول لي صح ولا غلط؟ يعدي الاول رات ورات وبعد كده يعدي رات ومان. يعني يا جماعه يعدي رات ورات وبعدين رات ومان؟ يعني الاول لازم يبتدي من يعدي مين لمين؟ يا توقع يقرص فار وبعدين يقرص مين تاني قدامه؟ مين يحبه؟ الفار التاني. امتى يا جماعه يسيب الفار ويقرص فار وبعدين انسان؟ اه الكلمه اللي عندكم يا جماعه ما لقاش فرق. الكلمه اللي عندكم بقى فيها مشكله، قال لك رات ورات وبعد رات ومان. في كل الجماعه ما رات ورات عايز يكتبها نفسه، وبعد رات ومان وبعد مان تومان. ما هو خلاص طب بدل يرقص انسان ويرقص انسان تاني هيجيب له بليك برضه. مان تومان يا دكتور يعني صعبه بعيده. لا في براغيث انسان يا ابراهيم، عايز اقول لك ان في براغيث عايش عند الانسان، مش يعني خلاص براغيث الانسان ينتقل لانسان تاني مش بعيد. حضرتك تقصد مش مان تومان يعني؟ لا مش مش الاصل مان، خلاص واحد 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 اتعدم فار، واحد اتعدم فار. انت بقى تقليلي بعد كده انا ممكن اقطع ولا هتشوف بعد كده. ده اسمه انتو مان يعني لسه بقى القصه تتطور بقى. مان باي ارثروبود. اه عن طريق الارثروبود. قال لك يا جماعه ايه اللي يحصل بقى؟ قال لك بيتكسر في الجاب بتاعته فيزيد البروفين تريكس الحته الضيقه. قال لك هو بيحصل له بريدنج فين؟ في الاماكن الضلمه والاماكن الدستي والاماكن اللي فيها رطوبه. المور اوف ترانسميشن مهمه جدا 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 عشان بتعرف اكتر من طريقه يتنقل ازاي ارثروبود بورن البرغوت يا جماعه ازاي؟ يا اما بايتنج يا اما الفيز على السكين بتاعه كده خلصنا منها. ثم يا جماعه اوعى تنسى دروبلت انفكشن، وانتوا الكتاب الوحيد اللي زود هاندلنج تيشو اوف انفكتد انيمال. ما اعرفش ازاي ايه الهلس ده، هنمسك فار ميت؟ اه انا ما اعرفش دي ازاي يعني. بقول لك اهو وانتوا الجامعه الوحيده كاتبينها في مصر هاندلنج تيشو اوف انفكتد انيمال. يبقى انا عندي بيتنقل بالطلقه على فكره. تيجي سؤال في الامتحان مورف ترانسميشن تاني يا جماعه، انا هفتكر في الامتحان نيومونيك بليك ما فيش مشكله بيجي بالدروبلت. في حاجه صعبه دي يا غاده؟ نيومونيك بليك بيجي بالدروبلت. وكلنا نفتكر مع ارث روبوت بورن الحبوسه يا جماعه. الرسمه دي مهمه يا جماعه، الرسمه دي مهمه يا ابراهيم. يا اما ينزل في الفيسز بتاعه يا اما يطلع في البايتنج بتاعه. افتكر يا جماعه ان الارث روبوت بورن حاجتين، عشان افتكر ارث روبوت بورن حاجتين اعملوا الرسمه دي.
يا اما ينزل في الفيزيت بتاعه يا اما يطلع في البايتنج بتاعه. الانكيوبيشن بيريد يا جماعه الانترناشونال اللي تهمني يا جماعه ما يهمنيش اي حاجه غير الانترناشونال 6 ايام تيجي مسكيو بس. قلنا يا جماعه احنا في المنهج 4 انكيوبيشن بيريد زياد خدنا منهم النهارده 2. ثم يا جماعه ناخد الكلينيكال بيكشر كلكم حافظينها هقول لك اسمها بالصبوره يا جماعه. حد عارف معنى البليك فيوتو يا جماعه؟ البليك فيوتو ثلاث انواع بس يا جماعه بس بريك عمرك ما تنساه. قال يا جماعه الليمف نود يا جماعه البليك قرص هنا يا جماعه يعمل حاجه اسمها بيونيك بليك. طب ليه يا دكتور بيونيك يعني ليمف نود؟ ليمف نود يقول الدكتور ليه؟ بص يا حبيبي ليه يا جماعه ليمف نود؟ عشان مع البرغوث مش زي الناموسه. البرغوث يا جماعه ملوش خرطوم يدخل فيه جوه قوي وبالتالي يقرص قرصه سطحيه. وطالما قرصه سطحيه يحصل دريمج بليمف نود بالليمفاتيك قرصه سطحيه من بره. يبقى مع كلمه بيونيك يعني ليمف نود اللي ولي مديت تهمني جدا. يا جماعه ايه رقم انت ليمف نود في الجسم دي بقى طلبه شاطره قوي. انهي ليمف نود كل ليمف نود في الجسم على حسب يورس فين يبقى 90% انجواينر والباقي اكسلري سيرفر معظمه انجواينر. ليش فعلا هو بيقرص الرجلين بيعيش فين يا ابراهيم؟ يبقى يورس فين البرغوث بيقرص الرجلين يعني البرغوث يا ابراهيم بيعيش انجواينر ده اغلب. يبقى الفكره بقى يبقى اروح ابحث عن ماء واحد ايه ما جاش في دماغك ماشي. في حاجه صعبه هذا الكلام يا ده معظمه انجواينر والباقي ايه؟ لحظه بقى ايه يا جماعه المصير بتاع جماعه الليمف نود دي؟ حد عارف جماعه؟ يا اما تودي للي بعدها للدم يبقى سيبتسمك يا اما تخف. قبل يا جماعه البليك مش مرض قاتل يا فاطمه زي ما انتم متخيلين. البليك يا جماعه معظمه بيخف. دي مفاجاه لسه اصبر بس عليا اصبر بس عليا. طب السيبتسمك يحصل ازاي؟ بحاجه من الاثنين يا اما كومبليكيشن البيبوليك اللي قبله يا اما يا جماعه كان هيفي انفكشن يعني قرصه جامده جدا وصل البلاط من اول لحظه. انا عارف بقى انا عامل ايه بقى عشان اللي بعدها بس المفاجاه اللي بعدها يا جماعه. ما مصير السبتسم ده مرض كافي جدا في الغالب يخف واقل هي اللي هيموت يروح للي بعدها اللي بعدها اي جسم في الدم يروح يتلم في مكان مين اشهر مكان يتلم فيه نيومونيك اللانج. يبقى يا جماعه احسن نيومونيك بليك. النيومونيك احسن يا جماعه نفس الفكره يا اما سكندري اللي قبله سبتسم بصراحه بقى يا اما برايمري واحد اتنفس في وش واحد هو ده ابراهيم النوع القاتل ملوش دواء لغايه دلوقتي. نيومونيك بليك اخطر انواع البليك مع هي النيومونيك وعشان كده كنا عم نعملها ايزوليشن وانتوا فاكرين ده نوع قاتل لسه ما تختارلوش دواء. طب يا جماعه بعض الكتب بيقول لك ايه بقى يا جماعه؟ ان الهند ابتدت تعمل دواء مهم مش عبد العاطي بقى عندهم عبد العاطي مهم جدا من زمان ابتدى يعمل دواء قرب يطلع على فكره الدنيا ودواء مهم جدا النيومونيك بليك. هجيب القصه دي ببساطه البليك يا جماعه اللي هو بتاع الكفته بتاع اسمه اللي هو خلينا يعني في دواء حلو هناك عندهم يعني في دواء حلو هناك اللي بيسجل يا نوره الحاجات دي لو طلعت بره هتسجنيني. لا 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 على ضمانتك مش مهم على ضمانتك انا هجيب اشتغل كده على ضمانتك اجيب اشتغل كده لحظه بس قديم الموضوع يا جماعه واخد سؤال. بص يا فاطمه بص يا فاطمه هم ثلاث انواع خلينا نفكر يا جماعه ثلاث انواع اتكلم على صفاتين في كل حاجه بيحصل ازاي والبروجنوز بتاعه ايه بيحصل ازاي كل واحده برايمري وسكندري. يعني السبتسيميك يا اما برايمري هي بينفكشن من الاول يا اما سكندري بعد البيونيك. النيومونيك يا اما برايمري حد يجحف وشي يا اما سكندري يبقى بعد السبتسيميك. البروجنوز بتاع انواع اثنين يا ابراهيم عاديين ما قلتش عنده تفين يعني عاديين وواحد قاتل بنسبه 100%. السؤال ده يا جماعه هناخده يوم الريت يا جماعه اقول المره النهارده طبعا ابراهيم يبرع عليه اخر مره يا جماعه في مرض جماعه اسمه 100% كيس في ثالث غالبا بناخد يعني الكلمه دي يا جماعه يعني بيموت 100% في جماعه امراض اربع امراض هم النيومونيك بريك والنيومونيك انسرز والريبز والايدز. ثاني يا جماعه اربع امراض يا جماعه عندنا بيموتوا 100% يعني كل الحالات هتموت هما الريبز وهما النيومونيك بليك والنيومونيك انسكس والايدز والايدز. في حاجه صعبه هذا الكلام؟ نيومونيك بليك من غير النيومونيك بليك نيومونيك انثراكس سوري نيومونيك بليك والنيومونيك انثراكس. في حاجه صعبه يا جماعه كده خلصنا يا جماعه كليك البشر مش جاي في الامتحان المره الجايه بقى اكمل معاكم ان شاء الله. يعني احنا خلصنا لا لسه هنا فيها شويه اتفضل لا خلاص لا 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 فاكس انا مش مشكله بس انا حاسس حاجه بره بره؟ طب خليها بره المره الجايه بقى.